أنتم في الاستماع البرنامج مع المحلل على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم دائما، واللي كل يوم سبت صباحا كنتكلموا فيها على مواضيع كتهم الصحة النفسية للطفل والأسرة. رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك الدريبي، صباح الخير وأهلا بك بروفيسور. صباح النور إلا سناء، مرحبا لالا، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. اليوم موضوعنا هو شنو هي الوظيفة ديال الحمل والأطفال في العائلة الذكية. فبروفيسور قبل يعني من زمان يعني الأسرة وحتى والدينا يعني الأسرة كانت نمطية جدا، مجرد الأزواج ما كيتزوجوا مباشرة كيحملوا بلا واحد التخطيط مسبق وهما في البداية ديال الحياة ديالهم، بالرغم من أنه الزوج مثلا كيطلب من الزوجة ديالو على أنه نتأنى واحد شوية ريتما يكون واحد الاستقرار معنوي وحتى مادي، لكن المحيط العائلي ديال الزوجة ربما كينصحوها بالحمل مباشرة أو حتى هي كتكون عندها واحد الرغبة كبيرة في الأمومة ربما أكثر من الزواج بنفسه، وبالتالي يعني ما تتاخدش بعين الاعتبار الإرادة ديال الزوج، وملي كتحمل كيوقع واحد الخلافات على هذا الحمل ما بين الأزواج. فبروفيسور كنت دائما يعني كتربط على أنه كاين واحد العلاقة كبيرة ما بين الوالدين وبين الأطفال من البداية ديال الحمل، يعني كل ما كتعيشه يعني الزوجة يعني في الفترة ديال الحمالة أكيد على أنه ممكن ينعكس إيجابا ولا سلبا على الحياة ديال الطفل في المراحل ديال الطفولة ديالو فيما بعد. فاليوم غادي نتكلموا فعلى يعني الذكاء العائلي. فبروفيسور شنو كنقصدوا يعني بالذكاء العائلي والذكاء في إحضار الأطفال للحياة؟ هو لله الواجب والفرض على كل عائلة أنها تعرف بأن الوليدات ما هماش حيوانات أليفة نتونسوا بهم، ما غيعمروش الدور ديال القط وديال الكليب وديال القنية وديال الطير، ما هماش مجوهرات غنتباهوا بها غادي نعلقوهم في العنق ديالنا ولا في ودنينا، ولا ما هماش لعاب غنلعبوا بها، راهم الدور ديالهم هما مواطنين ومواطنات اللي غادي يتحملوا المسؤولية في الأجيال ديال المستقبل. حاليا المغرب عنده واحد نسبة ديال الإنجاب اللي الخبراء تيعطيو رقم ديالها ديال 2.2، وهاد النسبة هاد المعدل ديال الإنجاب ضعيف بزاف، فغادي يصبح المغرب عنده من هنا 50 سنة مشكل في التقاعد، راه بدا كيظهر المشكل دابا، ولكن من هنا 50 سنة غيصبح عندنا مشكل في التقاعد، لأن الأجيال اللي تدخل سوق الشغل هي اللي كتخلص التقاعد ديال الناس اللي خرجوا للتقاعد. فمن جهة عندنا انخفاض في هذا المعدل الإنجاب، ومن جهة عندنا عائلات اللي باقين في 2012 وفي 2013 تيتصرفوا بنفس الجهل واللاوعي امام هذه المسؤوليه هذه. فملي كنقراو في سوره التغابن، ردوا معايا البال الاسم ديالها التغابن، يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. لاحظوا معايا الترتيب، الله بدأ بالأزواج عاد الأولاد. الأولاد يعني تينبهنا تيقول لنا إلى الأزواج عندكم عداوة بيناتكم، غادي يخرجوا ولادكم عاديا لكم. شتي الترتيب؟ قال لنا يا أيها الذين أمنوا إن من، وهذه كتسمى البعضية يعني ماشي ما هممش والحمد لله، ولكن ترتيب الأزواج هما اللي تيولدوا، فالبنية اللي كتولد إلا فيها العداوة غتولد العداوة. فكيف يعقل فهاد الأسابيع ماشي مرض القلب ديالي تبدل ليه اللون ملي تنشوف عائلة شابة وطور بجوج قارين بجوج وتيضرب واحد الفتاة اللي في عمرها 2 وكذا، وهاد عامين هاد البنية هاد الملائكة ديال 2 وكذا شنو كدير؟ لا كتنتف شعرها وتضرب وجهها تتندب. فجميع اختصاصيين لا لي بيدياتر ولا لي بيدوبسيكاتر ملي كيشوفوا هاد البنت ما تيفهموش شنو عندها. غادي نعطيو الدواء ديال الاعصاب لطفله رضيعه، يلا خرجت من الرضاعه 2 وشي حاجه،
شنو غادي نمشيو ندخلوها للسبيطار ديال المجانين؟ كتشوف الجمال وكتشوف الخلقه وتتنتف وجهها، تتجرح وجهها، تتزول شعرها، كتغوت بعصبيه. اذا هاد البنت هذه يا اما وضعها شي واحد في شي فران وشواها، يا اما شي واحد خلعها بشي وحش. ولكن ملي تنقلبوا في هاد العائله ما كنلقاو لا شي واحد اداها ولا شي وحش خلعها، ياك. وملي كنلتفت عند الام وكنلقى راسي في راسها لان خصنا نسترو الواد الحار ديال الناس، وتنقول لها لالا دابا بيني وبينك وقف معنا وحاضر معنا الله سبحانه وتعالى، هاد البنت هادي كيفاش درتي تحملتي بها؟ حيت نقول لها عفا اختي ما تجيش حتى لعندنا حنا وداو ديروا لنا ما كنفهموش. قلت لها انت درتي شي بلان، درتي شي فيلم هندي، درتي شي عجب، فكتحكي لي هاد الام الغافله اللي ما وعاوهاش والديها وما وعاتهاش قرايتها وما وعاهاش حتى حاجه في الفهم البديهي البسيط، بان في هذيك السنه الاولى ديال الزواج راجلها تيقول لها ما مفهميش غنطلقوا، وكيقول لها ما بغيتكش تحملي دابا لان ما مستعدش نكون اب، باقي ما مفهمينش، وتتكذب عليه وكتقول لها راه كناخذ الفن ديال الحمل وهي ما كتاخذوش. دابا شنو درنا؟ درنا الديباناج بالدراري، ما استطاعتش تكتسب المحبه ديال زوجها هو حر يطلقها، وما استطاعش يبقى مرتاح معها وهي حره تطلقه. طلق راه ماشي حكم بالاعدام، راه مبغوض ولكن راه حلال. والله ما يطلقوا جوج ديال المجاحيم ويمشيو يتلدوا بالجهل ديالهم وبالجحيم كل واحد في راسه، ولا يتعداو على واحد الملائكه يحضروها وسط جهنم العائليه ويبداو هما جالسين كيتفرجوا وهي كتهذب. قلت لها ما عندكش الحق لالا، الانجاب راه شوره. قلت لي وعلاش والدينا كانوا كيديروا هكاك؟ قلت لها علاش والدينا كانوا كيديروا هكاك؟ مزيان. ايوا علاش في الدول اللي فيها الحرب تيولدوا الناس ولادهم تيخرجوا حماق؟ دابا الفلسطيني اللي ولدات ولا يخرج مجنون؟ ما يخرجش مجنون. سوريا دابا اللي الحرب عندهم ولادها في بلادهم، الا حملات سوريا ولات ما يخرجش ولا مجنون. لو كانت هاد الشابه الام قاريه فرانسوا توسكييس ودرسات لا بسيكوثيرابي انستيتيسيونيل كانت غتلقى الجواب. ولكن للاسف ما كنقراوش هاد الناس هادو، ما كنمشوش ندورو في العلم العالمي، كندورو في العلم ديال البوط لو نومبريل، كندورو في العلم ديال البوط، بمعنى انا كبرت عند ماما وبابا وبابا معلم ولا ما عرف شنو، ماما ما عرف شنو وصافي، وكنعرف امك كتعرف على جرانا عايشه في واحد الضايع عارفه البحر. جرانا بالنسبه لهذيك الدايره هو البحر لان غارق وكبير حيت جرانا. ولكن كانت بالين غتوقع البالين قابله للضايه، البالين غتقول شهاد المصيبه اللي انا حاصله فيها، عاد نبغي نغطس راسي كيرسق في الغيس، عاد كنبغي ننقز كنضرب شجره. انت كتقلب تيقولوا ليها البالين الاخرين وتيخرجي من تما راه البحر. قلت لها بنتي اجي نوعيوك شويه بفرونسوا توسكييس، تعرفي هذا السيد هذا؟ هاد السيد هذا قلت ليها باغمي لي بسيكياتر اللي عالج لي مالاد مونتو في لا سكوند كار مونديال في لو سود دو لا فرانس، ولقى بان لي مالاد مونتو نو ديليغ با، ما كيدخلوش في حاله الحماق والجنون في وقت الحرب، لان لا بولسيون دو في تطلع تيولي انسان خايف. فصيغه الانتباه في الدول اللي فيها الحرب هذيك الانتباه الحرص ما كيكونش محطوط على الاولاد، تيكون محطوط انك تلقى طرف الخبز وانك تخبى باش ما تموتش. فمن اللي ما كيكونش الانتباه فوكاليزي ما كيتحطش فيه الانتباه، الضغط ما كينزلش عليه كله. اما قلت لها انتوما لقيت ثلاجه عامره وعندكم الحساب فيه الفلوس وعندكم البلاده معشه في المخ، وتدخلوا لواحد العش
اللي فيه ثلاجة معلقة في الحيط وثلاجة في الكوزينة وتتشعلوا الثلاجة ديال البرامج وتتعمروا هذاك البطن بالخوار خاوي وكتمشيو كتفرغوا بلاتكم في هذوك الوليدات. فقلت لها كنتي مشطونة بنتي كان فيك شي عجب شي مرض خطير قلت لها بنتي ما غتمشيش تفوكاليزي على البنت كنتي غتمشي تفوكاليزي وغتردي الانتباه ديالك في كنتخر. ولكن ملي ربينا معليك قلت لها بجسم سليم وعطاكم شوية المال باش تقابلوا زريعة المغرب هادو عندك وصحابهم ولادكم راه جاو غير عبركم جاو غير عن وسيلتكم نتوما غير وسيلة. فملي في 2013 مجال بعض الأمهات جاهلات بهذا القانون هذا أن الأبناء ماشي ما كنصرفوش فيهم إلى والدينا ما كانش عندهم سكن وسائل الحمل وصلوا سولوا مواتنا كيفاش كانوا كيخدموا بالدراد الحرير صلوا سولهم واش كانوا كيديروا العقم وكانوا كيديروا واحد الوسيلة سميتها الدراد الحرير ما بغيتش نوصف فاصل سولتو مع مواتكم ولا باقا جدتكم حياة سولوا جدتكم حنا الناس عندنا في العربية كانوا كيخدموا بالدراد الحرير كانوا كيعرفوا يحبسوا الإنجاب لا بهادي ولا بهادي ملي كثرت الوسائل الطبية الحمد لله عمرك تشوف السيدة من بعد كتعترف لي أن مشات هي وزوجها باش داروا ستيريل وحيدتوا راسها ولا الطبيبة باش تولد ولا الطبيبة ستيريل اللي خصو يتحيد في واحد الظروف صحية تحت المراقبة ديال الطبيبة وديال الطبيب ولاو النساء تتحيدوا بوحدها تبارك الله شنو كيعني دابا هادشي كيعني صراع ياك ولينا كنتحداو قوانين وملي تفتلوا لكم ولادكم وتبداو تعذبوا معاهم واش نقول لكم ديك الساعه اش نقول لكم تستاهلوا اللي وقع لكم اش نقولوا نشفاو ونقول لكم نيلتم ما اردتم بغيت تلعبوا بقوانين ما بغيتوش تحطوها كيف هي بحال واحد غادي سكران وصايق 120 اش كينتظر هاد السيد هذا مرفوع السماء السابع ما كيشوف لا شجره لا بانو لا ضو حمر لا ضو خضر مرفوع وغادي طارق 120 اش كينتظروا كينتظروا غير يدخل فواحد المصيبه وغادي يمشي يصيفط راسو للسبيطار ولا يموت اش كينتظروا القوانين هادو كنلعبوش بهم باغي تسوق ما تسكرش شوف الدول اللي دابا عندهم نوال داخل وعندهم راس العام داخل حملات يوم عن يوم اللي غيسوق ما يشربش اللي غيسوق ما يشربش بلاد الحريه عندهم الشرب عندهم مليوح بحال الماء وشوف كيف تيوعوا بعضياتهم عندك وتشربوا وعندك وكذا وعندك وكذا وعندك وكذا وتيديروا الشرطه تحضي ويديروا الرادار يحضي ويديروا كل شيء هادو غير سياقه وشوف الحرص اللي دايرين لها شنو هاد الابناء لعبه ما عندهم حد يدوي عليهم هاد الاطفال اللي بغى يتصرف فيهم هكاك يتصرف فيهم هكاك حيت المجتمع ما قادرش يدخل وما غيقدرش يدخل المجتمع كي غادي تمشي تدخل وسط مخ مرا وتقول لها الشريف الله يخليك لله الى راجلك ما كيحبكش غلط عجبتيه دابا الناس كيتبهروا واش كتضلوا تسمعوني كنقول لكم تزوجوا اللي صالح لكم ما تزوجوش اللي عاجبكم السيده بقات كتشوف فيا قالت لي يا استاذ على حساب غلط قلت لها غلطتي لاله اشنو غتقول لي قالت لي راه كانت كتوجد باش دير الحمل الثاني الاولى كتنت في الشعر وكتحيد الحمل ديال خدودها ومجدين جيبوا عاوتاني الخطا الثاني درنا الخطا الاول وغنزيدوا الخطا الثاني الا سمحتوا مستمعينا غادي نتوقفوا للحظات فاصل اعلاني ونرجعوا دائما رفقه الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس موضوعنا اليوم وشنو هي وظيفه الحمل والاطفال في العائله الذكيه تفضل البروفيسور فهاد الوضعيه هذه كتظنوا هاد الوليد دابا بهاد العذاب هذا وبهاد المحنه هذه اللي غتكبر هاد البنت هادي عارها على من الوليدات الله يخليكم بحال علاقة المحبة في العلاقة المحبة الله سبحانه وتعالى توصينا تيقولنا وقدموا لأنفسكم النبي صلى الله عليه وسلم تيوصي الراجل تيقول ليه ما تدخلش على مرتك في علاقة المحبة كدابة كاين استئذان كاين تحبيب كاين ترغيب مع مرة كنمشيو نتغداو عند شي ناس ما تيحطوش لينا واحد الشريضة واحد كاس دتاي تخيل هكا تريح ويحطوا لك قصعة ديال رفيسة بدجاج بلدي باقي كاع ما
تنفستي من السفر ديالك ومن العيا ديالك او ما غتاكل والو. ولكن انا دار لك واحد الكويز داتاي وجلس وحدك الناس شويه ديال اللوز وشويه ديال الكركاع وشويه ديال النكته وشويه ديال الضحك والمرح تتفتح الشهيه ولا لا؟ كاينه كيجي الخاطر. علاش دابا هاد النوع من النساء هكا؟ شنو السبب اللي غيجعل واحد المراه تظن؟ وراه كنقول ظن لان راه حساب مغلوط. راه واحد النوع من الرجال ما كيتشدوش بالولاد، راه العلاقه الزوجيه راه ما تتبناش فقط على الاولاد، راه تتبنى على الفائده ديال بعضنا البعض، غتفيده هو وغيفيدها هي، وتندخلوا فيها واحد النسبه من المتعه، ماشي فقط متعه الجماع ولا النكاح، راه متعه الكلام، متعه المساعده، متعه النكته. فملي واحد المراه تتحسب هذا الحساب هذا شنو معنيتها؟ هذه مستقله بذاتها، هذو هما الشروط اللي دوينا عليهم في الحلقات المتعدده، ونضلوا نبرحوا قليل متعود زبور كداوود، نضلوا نبرحوا كنقولوا للمراه والراجل راه الا بغيتي تنجح في حياتك الزوجيه خصك تكون مستقل بنفسك. فاي امراه تشوفها تترجف ومخلوعه من الطلاق، واي راجل تشوفه تيرجف ومخلوع من الطلاق، معناتها جوج راجلين ديالو ما كافينش، خصو اربعه اخرين. يعني جوج راجلين اللي عطاه الله باش يهزو ما كافينش جوج، خصو جوج ديال المراه يجيو تحت منه باش يولوا اربعه. ايوا نخليكم تتخيلوا شكون اللي عنده اربعه راجلين، شكون هو؟ هو الطير. ايوا شوف الحمير والبغال والعجوله والجحوشه والابل، هذوما عندهم اربعه. اللي عنده جوج البيباد هما الذكيين. شكون هما الذكيين في المخلوقات اللي كيمشيو على جوج؟ البشر والطيور، هما اللي عندهم جوج. في خبر كاين واحد الطوير في منطقة الكونغو اللي ملي كينزل البرد ما كيبقاش يلقى الحشرات باش ياكل. هاد الطوير هذا كيمشي لواحد المنطقة كيعيشوا فيها لي سوريكات. هاد لي سوريكات دايرين بحال واحد النمس، كيعيشوا واحد القبيلة ومتخصصين كيحفروا ويجبدوا الدود اللي في الارض ويجبدوا العقرب ويجبدوا. كيمشي هو تيستقر حداهم، ملي كيجي حيت هما كيصيدوا من السر وكيفترس فيهم كيساعدهم، تيخبرهم تيقول لهم النسر هو جاي، تيهربوا تيهبط كياكل معاهم. ملي ما كيلقاش النسر ما كيبقاش النسر جاي وما كيهربوش، ايوا تخيل هاد الطوير هذا غادي يقلد الصرخه ديال وحده فيهم ملي كتكون مخلوعه. اذا هذا الطير اللي شوفوا شحال من غرام في الدماغ ديالو، فهم بان واحد النوع من 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 الاصوات اللي عندهم، عدد الاصوات عندهم، الصوت ديال اللعب والصوت ديال المداعبه والصوت ديال الاستعطاف والصوت ديال الاستغاثه والخوف. اذا ميز هو وسط هاد الاصوات وسط هاد لي فونيم، ميز واحد وعرف يقلده. فملي ما كيلقاش نسر باش يقول لهم عندك نسر، تيمشي تيتخبى ورا واحد العرش وكيقلد لهم صوتهم، فهم ملي كيسمعوا هذاك الصوت كيسحبوا شي وحده فيهم شافت شي حاجه كيهربوا وكيمشي عاوتاني وكيشبد ماكلته. طوير شو الذكاء اللي خدام به. حنا راه عندنا كيلو وقريب نص، قريب كيلو ونص ديال الدماغ، الفلطه من امها وباها اللي شافوا البلاده مجسده وما قالوهاش للسيد اللي جا خطبها. من الله تكون في بنتي ولا تكون في اختي ولا يكون اللي في كان، ويجي واحد يخطب عندنا نقول الله يرحمه وادي تفضل سيدي عجبتك بنتنا، عجبوك العينين تبارك الله مبلقين، عجبوك الشعر، عجبتك الطوله، عجبتك الفورمه، هي نعم هسي راه شويه مكلخه البنت عندنا، راه شويه دير وحده وتقلبها مع الجوج، شويه دير ثلاثه وتقلب مع الاربعه، غتصبر نعم هسي واحد 10 سنين انت وزهرك لا تقادات. بغات تبكي المجحومه تبكي، ما بغاش تبغى الشغل عندك. المهم حنا مسؤولين. اش كتعني مسؤولين؟ الله من تيقول لنا ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. عنه مسؤولا كتعني في العربيه سوف يسال عنه، ولكن كتعني في صيغه الادغام له مسؤوليه، غتسال عن المسؤوليه. فملي تيجي يخطب ولدنا ما غنقولوش هذاك عريس جابو لها الله، غادي نقول لها ولدي واش عرفتي بنتنا مزيان؟ واش عرفتي عجبك؟ اه عجباني عجباني زوينه عجبك مزيان، صالحه لك صالحه لوليداتك
حيت راه كدير غير اللي قال راسها. راه قررت نهار اثنين ما حيداش ليها طبيب من مخها. اذا عفوا لي هالبروفيل ديال بنتنا حيت حنا اللي كبرناها وحنا اللي ربيناها. البنت جالسه في الصالون والراجل جالس في الصالون وكذلك العائله ديالو هو يقولوا للعائله ديال البنت ولدنا بغيناكم تعرفوه. ولدنا زوين قاري عنده خدمه ولكن ما تيسلمش الصباح ما كيصبحش الصباح ما كيبدا يهضر حتى ل 12 عصابي كيقلب الماعن كيغضب في الغنان. نقولوا لبنات الناس عيوب ولادنا حيت غدا راه غنصبحوا جدات وجدود ديال ولادهم. إذا ملي تمراجع ولدك مغبون وانتم عارفين عيبو وسترتوه سترتوه على من سترتوه على المراه اللي غتجيب لكم حفيدكم محشوماش. علاش كنبقاو نزوقوا في بلادنا بحال البهايم باش نبيعوهم في العيد الكبير؟ على ما كنعرفوش الحيالات ديال شي شنقه مشي يشرب الخرفان شي حاجه ومشي يزيد ليه كذا حتى كيولي الخروف يبان لك مرفوع قدو قداش هو مسكين من فوق على الهواء. دابا حنا ولينا كنزوقوا في ولادنا بحال هكا. شتي هذا الصدق اللي حنا هما امه الصدق ملي ما حطيناش في العائله كنخلصوا ثمن غالي في المجتمع. ما كتشوفوش دابا العنف اللي كينوض؟ عمر المغاربه كانوا كيترعبوا ملي كان تيكون شي ماتش. وهنا تنحيي وليداتنا ديال الرجاء الشجعان الله يتمنوا لهم النجاح سواء نربحوا ولا ما نربحوش فرجونا ولكن ان شاء الله غيجيبوا الانتصار ان شاء الله غيجيبوا ان شاء الله. فعمرك شفتي المغاربه كانوا كيتفزعوا ملي تيكون شي ماتش؟ حتى ولو دابا لا سمعتي الجيش طالع للدار ما الجيش مالو؟ شنو معنيت هاد الصفه هادي؟ واش بغاو شي مدن وبغاو شي ناس ياخذوا هاد الصفه الرعب؟ منين جات هادشي؟ هذا هو العهد البلاده. وحنا ماشي امه البلاده، حنا امه العلم، حنا امه المعرفه. فتنصح كل ام وكل اب بغي ياخذ حسنه من عند سيدي ربي ما يتباهاش ملي يسمع ولدو واعر. ولدو واعر كيطايف وكتلقى واحد المراه كتباها والله الا غتسالي وغتمحني. والله سيدي غتسال وغتمحن. حشومه نتباهاو بالجاهليه والهمجيه، حشومه. اي ام عندها شويه ضمير مؤمنه ومسلمه وكتخاف الله ملي تشوف ولدها من هذاك النوع والله تمشي نبلغ عليه البوليس. نقول له شوف ولدي اتق الله ولا غنخرج عند البوليس نقول لهم اجي ودي ولدي. ماشي نسينو حتى ولادنا يخرجوا يهرسوا الجاج د عباد الله ويرعبوا السيارة د عباد الله ويفزعوا عباد الله عاد نقولوا مسكين داه ولاد الحرام. راك تعرفي انت ولدك ولد الحرام في دارك ملي كتشوفيه ملي تقولي كاس الماء ويقول لك سيري عاودي لراسك هذاك ولد الحلال ولد الحرام هذاك. ملي تشوفي ولدك ما يحنش في الخت ديالو صغيره ويسخرها في الشتاء وفي البرد ومين تشوفيه يلبس واحد السيري الميكا ويخرج باش يجيب خبز ويركل البنت ويقول لها نوضي بركله كي جاك هذا غير يحن في بنت الناس ما غيتزوج. شتي ملي كنستروا على هذا الشيء كله وسبحان الله العرس كنوليو زوينين كتعرف بان الام راه ولدها ما فيه ما يتشاف وتتمشي وتعكر زعما شنو هذيك العرس غتردو ملائكه ليله وحده غتبدلو وتا والله يدخل في كرون تيبقى لك مش عارف كرون يبقى لك قل من الفكرون. فهاد الجهل هذا اللي اصبح دابا حاليا عند واحد النساء انهم يتزوجوا يا اما كيبرمجوا من الاول داخله تجيب وليد وتخرج مصيبه. شتي اي مراه داخله بهذا القرار هذا؟ واحد الام مطلقه من راجلها وعندها ولدها عنده 11 عام ما بقى باغي ليا كل يشرب لي ينعس لي يقرا صافي يعني طفى تدور به تدور به تدور به. جات لعندي شفت الوليد لقيته حازن عنده حزن. قلت له ولدي كتوحش باباك؟ والله لا سناء الا ما بقاش قادر يتنفس. قلت له لا شنو سبب الطلاق؟ طبيعه الحال غلقى اسباب تافهه عائلته كيضحكوا عليا وكيحشيو لي الهضره وما تيدافعش عليا وشي هضره بحال هكا صافي. لا هادشي اللي كاين واش كيزني واش كيخمر واش كيبدل الفلوس واش كيقمر؟ لا سيدي لا مستقم ومزيان ولكن ما عندوش شخصيه قدام خوتو. وفاش كيهمك ما يكونش عنده شخصيه قدام خوتو؟ فاش كيهمك؟ واش المهم واش عنده شخصيه معك انت مع ولدو؟ هيا الوقت اللي هذاك الدري عفوا ولدي انت خرج برا خليني مع السيده ماماك. قلت لها علاش ما تصالحوش لا وترجعوا؟ لا ما يمكنش معنيتها غلبوني وغنسمحني حتى الراس ما رضاش انا عندي نفسي هنا. قلت لها شكون اللي قال لك عندك نفسك هنا؟ شكون اللي قال لك؟ منين جبتي هذه المعلومه ان نفسك عندك هنا؟ عرفتي قلت لها نفسك فين عندك؟ راه عندك في بلاصه المرحاض ما عندكش تما. لا
شكون اللي قال لكم نفسكم كاينه في النيف؟ شكون قال لكم؟ اللي جبتيها؟ ما بقاش فيك لها الوليد هذا اللي شتيه دابا طافيك لها غيموت. قلت لها انا نحني الراس ونتوسل ونطلب ونرغب على ولادي. حنا قلت لها ادله على المميز اشداء الكفار، هذاك راه ماشي كافر. هلا تخيل انا تندافع باش نمر والو. قالت لي يا استاذ ما نشوفش جيتو. قلت لها شنو مطلوب مني مع ولدك؟ قلت لها كتبان لك واحد عصا سيدنا موسى واقفه عندي هنا عند البلاكار غادي نهزها وغنشق البحر. قلت لها كتسمعي ما يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم؟ قلت لها كتسمعيها؟ قالت لي اه. قلت لها ولا لا سيدي قولها الله. الدري بك راه عبد من عباد الله ظعيف مسخسخ وعطاه ربي واحد شويه ديال المخ عندي واحد شويه ماشي بزاف عا شويه كيخدم. قلت لها انت هي باغا وسط الظلمات والجهل بغيتي ولدك يشوف مزيان. واش شريفه قلت لها الله يحولك مع ولدك انا ما قادر ندير والو حيت القانون تيقول لك الا باغي تصلح سمع النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لنا والصلح خير. اش كتعني الصلح؟ اش كتعني؟ كتعني واحد جوج تواب تقطعوا كتخيطهم. سمي كتخيطهم كيف كيف تلبس هاد الحاجه ولا ما خيطتيهاش كتبقى لها ورا ديالك خارجه. مرحبا. إذا مستمعينا أكيد على أنه تواصلنا المباشر معكم، مستمعنا دائما في برنامج مع المحلل مازال مستمر رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. موضوعنا اليوم وشنو هي وظيفة الحمل والأطفال داخل العائلة الذكية، فغادي نعملوا فاصل غنائي وغادي نرجعوا مباشرة لاستقبال مكالمتكم الهاتفية. اللي عندكم أي تساؤل اتصلوا بنا على 05 22 46 72 50 51 52 أو 05 22 43 00 00 سعود أو لتواصلوا معنا عبر الاس ام اس للرقم 5080. يكفي أنكم تكتبوا في الاس ام اس ماد ام او دي خلوا فراغ صغير كتبوا التساؤل ديالكم بعتوا كل شيء للرقم 5080. ورجعنا لكم مستمعينا دائما في موضوعنا وظيفة الحمل والأطفال في العائلة الذكية. بروفيسور أكيد هو أنه الأزواج اللي في بداية يعني الزواج ديالهم أو اللي عاد يعني كيهيئوا الزواج ديالهم أكيد لأنه سمعوا هذا الشيء اللي كنا كنتكلموا فيه اليوم ربما غتكون واحد استفادة واحد النصيحة. الله الله نتمنى خير إن شاء الله. لكن بالنسبة للأزواج اللي وقعوا في هذه الوضعية واللي نجبوا أطفال وكيعانيوا معهم، فواش كاين شي اقتراح بروفيسور للتعامل مع الأطفال يعني اللي الله عطاه فباش نحميوهم من هذا الضياع؟ واش نكتفي فقط يعني أنه ننصحوا ونوعيوا الوالدين أو لكن شي حلول أخرى ممكن تساعد هاد الأطفال؟ لابد ما خش يبقى الأمر في صيغة الكتمان. حاليا العديد من العائلات الحمد لله المغرب اصبح في واحد الوعي كبير. الدليل هو هاد الشغف اللي عند الحباب على برامج بحال هادو ديالكم هلا والشغف على جميع البرامج اللي فيها النصيحه وفيها الفائده. بقاوش الناس انا كان تفاجات بواحد المفاجاه في هاد 5 سنين ملي دخلت الاعلام انه كانوا مقاولات كدير مع الجمعيات ديالها اللي كتقوم بالنشاطات وسط المعامل كانوا دائما كيجيبوا غير الفرق الموسيقيه والكره. حتى ولاو هاد الجمعيات هذه اللي تعنى بالنشاط الجمعوي داخل المقاوله كيجيبوا المثقف ويجيبوا المفكر ويجيبوا كذا باش لاحظتي هاد النقله النوعيه كتبين بان المجتمع اصبح واعي. فالموضوع ديال الطفل ما خصوش يبقى محصور ما بين موبه وسط الدار. كيف حدثنا والمغرب الحمد لله عنده واحد النسيج كبير في قطاع الجمعيات. كيف حدثنا جمعيات اللي تعنى بنساء في وضعيه صعبه؟ خصنا نحدثوا مراكز اللي تعنى بالاطفال في وضعيه صعبه. وخص المعلومه هنا في خصنا كنا ندخلوا بواحد الدخل. خص الميدسان جينيراليست يدخل، البيدياتر يدخل، الفرمليه والساجفام تدخل. ملي كنقول دخول شنو معنيتها؟ ان خصنا نستغلوا هاد وسائل الاعلام ووسائل المعلومات اللي عندنا. واي واحد عنده خبر بان واحد الطفل عايش الامرين كترسل ايميل للسونتر كتقول العائله الفلانيه اليرت عندهم ولد من ما غنزولوش. المغرب مازال ما مستعدش يطبق السياسه اللي كاينه في امريكا وفي كندا وفي اوروبا ما مازال ما يقدرش، ولكن على الاقل
ملي ما غنقدروش نزولوا هذاك الطفل من عند امه وباه، نتمنوا على الله من 21 سنه او 40 سنه نوصلوا لها، لان باش رابحين هاد الدول الدوله كتجي كتقول واحد الام والاب ارونا ولدنا، انتم ولدتوه ولكن حنا راه ولدنا راه لينا، غنديو لهاد العائله هادي غتمشيو تعالجوا، لقينا فيكم الخير غنردوا لكم ولدكم، ما لقيناش فيكم الخير ولدنا عند عائله. فريت ما ياريت نديرو، خصنا نديرو بريفيزيونيل باش نوصلوا من هنايا 2025-2050 لهذا الحل ان شاء الله، نقدروا غير المعلومه نوصلوها. ملي كتوصل المعلومه من عند اي واحد عنده علاقه بالعائله، خصنا نزولوا هذيك القضيه ديال التشكام وديال بغى يشري الصداع، هادشي خصنا نزولوه، خصنا نطيحوا هذه الفكره هذه. هذا عمل فيه الوطنيه الحره. تخيل دابا انا مثلا جالس في المكتبه عليك، واحد الشخص كيتكلم معايا في شي موضوع وتيقول لي عافاك استاذ اتعاهدني بان هذا الشيء غيبقى سري بيني وبينك، غنقول له واخا نعم سي غنعهدك، وشويه يقول لي راه كيزور الاوراق البنكيه في الدار، وانه كيخرج 50 مليون في الشهر وكيساعد قال لك الفقراء، وقال لي يا استاذ راه دابا الحمد لله وكاين رواج وهادي وباش ما نبقاش هو يحس بالدن قال لك بغي يساعد الفقراء. دابا اش ندير؟ تخيل واش غندير؟ غادي نبقى شاد في العهد ديالي ونبقى ساكت ياك؟ غنشنق عليه وغنهز التليفون وغنعيط للبوليس وغنسد البيرو بالسيروت وما غنتفاكش معاه ما يخرجش. وتخيل يا الله شتي اش غندير؟ واحد اخر اش غادي يقول؟ غايقول لك لا سي لو سيكري بروفيسيونيل السر المهني خصني نسكت. والله لا سكت، هو غيدقدق ليا بلادي غيشعل فيها العافيه بفلوس مزورين وانا نسكت عليه. واحد ارهابي غادي نسيق الاخبار، واحد ارهابي غيمشي غيدير المتفجرات في بلايص عموميه وقتل الناس، هاو تا قال لك غيتحاور معايا ويقول لي عافاك استاذ انا جيت نستاشرك دابا واش نمشي نقتل ولا ما نقتلش، او الله لا خرجتي من البيرو من عندي ونوريك انا تصاور معايا. شتي دابا هذا هو الفرق، لو بوزيسيونمون تا موقوع. كاين واحد المثقف خواف جبان قال لك تيفتي بلا ما يتموقع، يسمع هذا تينكح مع اختو كيبدا يحلل، يسمع هذا تينكح مع امو بدا يحلل، يسمع هذه كتنكح مع باها وتيبدا يحلل، يسمع هذا تيطحن في البلاد وتيبدا يحلل. احنا اختي ماشي من هذا القوم، احنا تقاس بلادنا ولا تقاسوا ولادنا تنصعروا، ما كنبقاوش نعرفوا واحد الحاجه سميتها الخدمه ولا العمل، كنقولوا هنا حد حد يا عباد الله خط احمر تفوتوا ونصعروا ونشعل. فهنا خاص المجتمع يبين لهاد الوالدين الا داروا مراكز لحمايه الطفل، ماشي حتى تجي الام والاب جايبين ولادهم لذاك المركز، هذاك راه ساهل، وراه هذاك الام والاب المكتمين اللي تيديروا لولدهم السيرو باش ينعسوه يا بالله ويفرعوا ليه مخو بشي مصائب باش يجيبوه يقرا، والمعلمه كتشوفهم مرفوع، المعلمه كتشوفهم دقدق، المعلمه كتشوف الدري مضروب. شتي لو وصلت غير المعلومه توصل لهذاك المركز، والمركز يحول على احدى السلطات ماشي بالضروريه الامنيه، سلطات غير معنويه، يقدر يمشي غير امام، يقدر يمشي غير فقيه، يقدر يمشي غير فاعل جمعوي ويدق عند ديك العائله الله يخليكم واش ممكن ندوي معكم، رجتنا واحد المعلومه من المركز لحمايه الطفل بان ولدكم كيعاني من كذا وكذا، يمكن نشرب معكم كاس دتاي، يمكن نديروا كذا. تخيل ملي هذيك الام كتفلاشها بان المعلومه ما بقاتش عندها مكتومه في الدار، شي بحال زين المحارم ما بقاش كتفرقع الرمانه ملي كتخرج معلومه من الدار، اما ما حد باقي المعلومه مكتومه في الدار كتلقى هذاك المجرم كيبقى يكرر الاجرام ديالو، اما ملي كيبدا يسمع الجيران كيهضروا تيقولوا اه هذيك العائله راه بحال اللي فيها شي واحد كيقيس هذيك البنت، هذيك العائله هو براسو كيتخلع. شتي المعلومه عندها دور، على ملي تيكون اليرت انفون كيدنابي في فرنسا وكيدير واحد البنده حمراء، علاش فعلوها هذه 11 سنين من قبل؟ كانوا قربوا يمنعوها بالقانون ومن بعد عاودوا فعلوها، لان هذاك المجرم بمجرد ما كيشوف هذيك المعلومه كتترصى بالاحمر كيرتكب خطا، هذاك الخطا كيجعل الصوت وصل ليه. فانا كنقترح كنقول يا ريت في الوزاره اللي تعنى بالامور ديال الاسره في القطاع الجمعوي يتحدث مركز ونديروا حملات اعلاميه اللي وصلوا للميدسان جينيراليست، نحسوا ما خصوش نحسوا لهم بالذنب، لان المسلم كيبغي يستر، المسلم ستار. اييه شنو نستر؟ نستر الحشيش لواحد اللي كان كيكمي حشيش، نستروا اللي كان كيشرب شراب، نستروا اللي كان بلي بالزينه كيمشي يزني في واحد البلاصه ما غنوش نفضحوا. واش دابا راجل ما كيجي كيقول لي استاذ انا غلطت انا زنيت على مرتي، ماني غتجي مرتو غنقول لها لا لا راجلك تيزني، كنحاول هو
نقول لي شوف اخويا وصل لي. وصل مع مرتك للصدق، وصل مع مرتك تقول لها، وصل مع مرتك تصلحوا حالكم. اما انا ما نقدرش نجي نهدم بيتهم لان عندي معلومه. ولكن ملي نصيق واحد ضعيف، تخيل طفل تيقول لي باه تيمسو، وملي سولت الام قالت لي وادعي معنا استاذ باه يتصلح حاله، وقلت لها واش تخرج لك المخ ولا خرج لك العقل؟ واش ولدك تيقول لي معلومه باش نعرفوا انا كذاب ولا صادق؟ خصني نسول امو. قلت لها لا لا ولدك قال لي هذه المعلومه. اش كتقولي فيها؟ قالت لي دعي مع دعي معنا استاذ باش راجل. شنو الهماش؟ شنو المصيبه هذه؟ شتي لو كان عندنا قلت لكم واحد التليفون واحد الايميل ونفعلوه، اللي غيأول بانه كنشكموا عيب الله شغل وحدك، اللي بغى يقول لك ما كنستوش عيب الله شغل، نستر على واحد كيعذب، نستر على واحد كيعذب. واش حنا امه مامورين بالامر بالمعروف، مامورين ولتكن ام ولتكن منكم، مامورين الامر بالمعروف، وتجي انت تستر تقول لي ما باغيش نشتت انا عش عائله حيت وهذاك الدري هذاك ولد من هذاك. شتي خصنا نوصلوا المعلومه ما تبقاش، ونحيدوا الاحساس بالذنب عند الاختصاصيين. طبيب نقولوا ليه لا عافاك خاصك توصل المعلومه، الفرمليه الساش فام المقدم كلهم نقول لهم هذاك ولدنا. تخيل ملي العائله غتعرف بان كاين المجتمع كيتدخل وكيشوف واخا باقي ما عندوش القدره باش يلقى حل، غير النظر ديالو والمعرفه ديالو كتفعل الاحساس بالذنب وكتوعيد شويه الضمير وكتحرك شويه المواقف. اذا مستمعينا لحظات وغادي نرجعوا، اذا غادي نفتتحوا باول مكالمه معنا. معنا دنيا من الدار البيضاء. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ورحمه الله. نهار مبارك مسعوده اللي غنهضروا مع الدكتوره. مرحبا اختي لاله. مرحبا. تفضلي. سيدي بغيت نعاود لك على قصتي انا. مرحبا. انا واحد البنت كنت من فاس وجيت لكازا وشافني واحد السيد كبر مني ب 28 عام. قلت نتزوج به باش ينقذني وعنده جوج بنيتات ومطلق. بقيت معاه والتوليد. دابا عنده 14 عام، ربيت ليه البنيتات ديالو. دابا راه كبروا قضوا الباك ومشاو لروسيا، وانا ولدي ما كيصرف عليا، ما كيعطيني، ما كيودني حتى درهم باش نمشي حتى للحمام. انا صابة كنقول على وليداتي ما كاين حتى مشكل. دابا عاوتاني تزوجت معاه، وليد عنده عامين ونص. حتى هو في الدار خصو الكوش انا نشريه، خصو الحليب انا نشريه، كنقول باش نصبر معاه. على انتيا كتخدمي؟ لا ما كنخدمش، انا دوروا معايا عائلتي وخوتي. دابا حويجاتك وحويج ولدك ما كيشريهم لك راجلك؟ نهائيا نهائيا، وانا وراجل لاباس عليه بالفيلا. اجي اختي انتيا شويه انتحاريه؟ لا 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 شويه انتحاريه. انتم سبحان الله البنات المسلمات ما بقيت فاهم فيكم حتى بصلع كاع. انت واش انتم اش كتسوا؟ واش انت عابده شراك ولا شنو هذا الويل كحل؟ عابده شراك. صافي اختي وما تعيطيش لي انا، خليني ما نسمعش هذا الشيء، انا مزوق فيك. حيت انا غنسمع هذا الشيء غدا غنطلقك الصباح. شنو دابا؟ لاش صالح هذا؟ لاش صالح لك السيد؟ لاش صالح لك؟ ما صالح لي الوالد. واش كديري معاه؟ اش باقا كديري معاه؟ كتسني يموت باش تورثي؟ ما كيموتوش. سيري عافاك اختي انا مزوق فيك، ديري شي حل راسك. شنو هادشي هذا؟ الزواج راه قائم على الحمايه والنفقه والمعاشره والمحبه. لا والو. شروط الزواج هما هادو. شي واحد داخل كيصلي عفا بنت عمي وكيتبول في سروالو. صلاته طالعه هذا. شي واحد كيتوضا وما كيكملش الوضوء. صلاته طالعه. صلاته باطله. ها انتم زواجكم باطل، هذا زواج باطل. والدكتور عندي انا خويا في فرنسا مسكين حار، كيقول لي اختي ها انت صبري انا نصرف لك الفلوس باش تخلصي الخدام، حيت عنده فيلا صعيبه عليا باش كنخاف فيها. ودابا المشكل اللي عيطت لك انا صبرت، قلت ما كاين حتى شي مشكل على ولادي. كيفاش ما كاين حتى شي مشكل؟ اش معيطه لي ملي ما كاين حتى شي مشكل؟ لا معيطه لك على حاجه واحده اخرى. ما هي؟ شنو؟ ولدي عنده 14 عام خرجوا لي من المدرسه. لا انا مزوق فيك، الله يرحم باك، لا ما قطعي سري بعدي مني. الله يرحم باك. انا مزوق فيك. حيت دابا اش كتقولي لي اختي؟ كتقولي لي ولدي كيشرب الماء القاطع، وبغيتك عافاك استاذ تنصحني كيفاش الماء القاطع ما يتقبش ليه في امه. دابا هذه وضعيه جنونيه هذه. كتظني دابا انت صابره زعما؟ دابا كتظني هذا صبر عندك انت؟ دابا انا هذا انتحار عندي. بالنسبه ليا انا راه كندخل للكلينيك كنخرج بالكلينيك كيقولوا لي حبابي صبرك وارضى استر بنتي بدا بحال هذا. شوف اختي اللي قال لك ارضى استر، قول لها جي خذ بلاصتي وارضى استر عليك، انا نرضى عليك امي. انا نرضى عليك بها بلاصتي، جي خذها. كيقول لك واش انت راجل صبرتي معاه ووصلتيه وشاركم الدفطمارس داكشي عنده غير الفشار، الفشار الا شتيني تقول قبام بيضاء وهي حاجه كمدفون فيها الحمار. الله يرضي عليك. الله يرضي عليك. شوف عاد اختي نوضي ليه. نوضي ليه، راه كاين اللي كيخاف ميحشم. نوضي هذا الراجل شمري واحد التشميره ديال الحرات. ونوضي وقلبي عليه الدار.
ما تحطي ليه كاس داتاي، ما تسخني ليه طعام، وقولي للواد يغبروا هذاك النهار خرجوا وتشمري تشمر العيالات الحرات. قول لي اسمعني، نقول لك ولد عمي تعطيني القد والقد في الفلوس، والله قول لي تنوض لك قيامه في الدار. يعود يقول لك جيبي كاس الماء، ما تجيبيش كاس الماء. يقول لك نوضي سخني طعام، ما تسخنيش طعام، ديري لي الاضراب في كل شيء. لا انا خرجت من الدار دابا. فين ساكنه؟ عندي واحد 10 ايام خرجت من الدار، جيت عند ولد اختي. ايوا وفي كازا وخليت له الخدامه اللي كنخلص انا خليتها له، هو والولد. انت هي كتخلصي الخدامه مخليها؟ الولد صغير ولدك ولا ولد من؟ لا ولدي. هزي ولدك. هزي ولدك معاك. الولد صغير ما تخليش الخدامه. او الكبيره الدكتور كيمشي لدرب عمر كيهبطوا معاه في 8، ومني كيطلع في 8 د الليل ما كيجينيش بالولد. كنقول له اولي واش خرجتيه من المدرسه وما مطلعليش الولد؟ كيقول لي انا منين هبط معايا في 8 ما بقيتش شفتو. حسبنا. دابا انا كنقول دابا انا منين صبرت ما زيدش نصبر على شي ولد يمشي يتشم. وراه هادشي هو اللي كاين. واش اشريفه واش كتظنوا بان ولادكم ملي غيعيش في واحد واحد الوضعيه بحال هكا، كيشوف امه محقوره، كيشوف امه ما عندها احترام، كيشوف امه ما عندهاش قيمه، كيفاش بغيتيها في بنتي؟ جوج حوايج، اما غيشد هاد باغي يخلي عصا وغادي نقولوا الدري مسخوط، هو ما مسخوطش. يا اما الدري غيخلي راسو عصا، غيولي يشرب الشراب ويدير في راسو المصايب كحله. فبجوج هذاك عنف. حنا ما بغينا الدري لا يضرب باه ولا يضرب نفسه. عفا اختي انت راكم انتم هما الحمايه ديالهم. عندك النفقه بالشرع القانون. بالشرع القانون عباد الله تمشي المحكمه ما طلبيش طلاق. غاتمشي المحكمه تقول ما كينفقش عليا. وغادي يخرج حكم، الحمد لله العداله كاينه في المغرب. غيخرج حكم، غيقتطعوا ليه من فلوسه، وشتي ما لقاوش عنده الفلوس غيبيعوا ليه مواعنه، وغيبيعوا ليه السلعه ديالو، غتاخذي الفلوس. واش عيب الله انت مزوجك بكاغط ولا مزوجك بباش؟ بكاغط. هو دا ليا ذهبي انا، حيت داير ليا داك الشيء الذهبي. ويلي حريم حسبنا. كنقول له انا خليني نصبر مع ولدي، كيقول لي انا هذه ما نخليكش عليه تصبري، انا هذه دار بناتي كيذكر لي هي ولادك. شوف اختي انا مزوج شوف لا لا شوف غتمشي للمحكمه، غتاخذي جلسه وغتقول للقاضي ولا القاضيه الله يخليك هذا السيد ما تينفقش عليا، ما عنديش باش نعول ولادي، بغيت النفقه. ملي غادي تحكم النفقه غيعرف بانه المرحله الجايه هي الطلاق. الا احترم النفقه غتعاشريه وخلي الحكم ساري عندك تنازلي. لا ما كاينش شي شياطن ملي يشوف الحكم في تخيل. لا سناء السيده جايه عندي واحد الصباح حامله، حامله فطرها رجلها بعون. عمرك تشوف المراه حامله في السانكيام موا ورجلها كيفطر معها الصباح؟ حبيبه مرحبا والله يعاونك حبيبه والله يسر عليك. وشويه خرج للخدمه وكيدق عليها عون كيقول لها لا راجلك راه رافع دعوه باش باغي يتزوج مره ثانيه. حامله وكيفطر معها وما يعرفش يقولها لها هو. العون قالها لها في الدار. شوف الرجال، شوف شوف الشجاعه. ملي باغي تزوج كل وجهك احمر قولها لمرتك، قول لها شريفه انا راني درت مرة اخرى والله يخليك شريفه، بغيت تصبر معايا مرحبا، ما قدرتيش تصبري اختي اللي بغيتي وخليتها تولد المراه، خليها عاد تولد بعدا في وسط الحمل. تخيل مسكينه طاحت تلفات، هزت طاكسي بقات كدور في الدار البيضاء، دور دور دور. جا في بالها واحد ولد عمها سميتو الدريبي، طلعت عندي المكتب بلا موعد ولو كان، لقى المراه تبكي واحد الحاله، بقى شابه ما عرفهاش وبرانيه على الدار البيضاء ما عندها حد. تخيل دابا هذيك ما حاملاش ما ديرش في راسها شي مصيبه. دخل يا بنتي ياكل وبس. عاودت لي قلت لها بلاتي بلاتي امر سهل، هزيت لاكارت فيز واحد المحامي قلت لها غتمشي عنده دابا دابا دابا. قلت لها سيري عنده من على حسابي، قلت لها تت من بعد وخلصي عسيري. هزيت التليفون قلت لي استاذ الله يرحم باك هذه السيده راه رمات عارها علينا ما نفوتوهاش في البلاصه. عمر محضر مشى لتحق لعند لعند القاضي. هذاك تيطلب الزواج المره الثانيه والمحامي ديالها طلب النفقه ديال سنه ما عطاهاش ليها. ملي دخل قدام القاضي قال لي القاضي هاد السيده واش كتعطيها شي نفقه؟ قال لي لا سيدي غير كذا وكذا وكذا. قال لي من امتى وانت مع عشر الاخرى؟ قال لي هذه عام وكذا. قال لي وا سيدي حنا كنطالبوا بنفقه عام وكذا. ملي حسب المحامي هذيك النفقه عام وكذا جا واحد المبلغ لا باس به. عمرك تشوف الشجاع ما بقاش دار بناقص من الزواج؟ علاش؟ لان شداتهم فلوس ولا كيطلبها تيقول لها وصافي غتنزلي ليا راه ما عنديش فلوس غتنزلي ليا. قالت لها عندي تشاور معايا. قالت لي قلت لها تنزلتي مع عمرك تجي عندي والله تنازلتي قلت لها بدا ما تتسيف عليك. ولتكن رهان مقبوضه، علاش الله تيقولنا ولتكن رهان مقبوضه؟ شتي اللي قابض عدو شي حاجه. علاش كنقول للعيالات خذوا دماج وديرهم في يديكم، خذوا من رجلاتكم فليسات، لان نفسنا كتحب لامورتيسمون. تخيلوا هذه المصيبه، نفسنا لانكونسيون اي ستركتوري كوم ان لونغاج اترافير اون نوسيون ديكونومي. على دابا واحد نقطع عليه الدو كيسعى في الشارع كيدخل في النهار 150 درهم حتى 200 درهم ديال السعايه. شحال كتجي في الشهر؟ كتجي ما بين 4000 حتى 5000 درهم.
تنوض تجيب ليه الخدمه اللي غيعرق ويبدا يامر فيه واحد ويدير واحد 3000 غادي يخلي السعايه يمشي الخدمه. لاحظتي نوسيون ديكونومي يشتري اقتصاد في اللعب. فهنا ما غينوضش هذاك السعايه اللي يدو مقطوع يخدم بالعفه ب 3000 درهم لان الربح اكثر. فخاصك تحيد التسول هو الاول ومن بعد تعالجه ومن بعد يرجع يخدم. وفي هذاك العلاج ما خصك تعطيه الدواء وينعس، خصك دير ليه لا غوستركتوراسيون تعاود اعاده البنيه الاجتماعيه والبنيه النفسيه والبنيه الثقافيه والبنيه ديال المحبه والبنيه ديال المعرفه. فنصيحتي لهذه السيده هذه تمشي تطلب النفقه من عند المحامي وترفع النفقه على السيد وما بقيناش كنلعبوا. راه ماشي لعب عباد الله، راه ماشي لعب. ملي كتقول لك انا صابره شنو صابره؟ واش عمرك تشوف عائله مولين ليه النكاح؟ مولين ليه باش ينكح اختهم؟ هادو عائله بعدا جهال. انا نمول نسيبك باش ينكح اختي، هكا نسيبي هكا باش تعشى هكا اختي باش تعشي راجلك. هكا الا كان مريض وما فحالوش ما نفوتوش، ولا كان شي جغل شي والو نوض انا راجل نصيفط مندار اختي باش ينكح حال مفلس باش نتسمى انا نصبر اختي. منين جبتوا هاد الصبر؟ منين جبتوا؟ شكون اللي علمهم ليك؟ وريني شي عالم فتح عليكم هاد الفتوى، وريوني شي حديث فتح عليكم هاد الفتوى، وريوني شي ايه فتحت عليكم هاد الفتوى، وريوها ليا. منين جبتوا هاد الفتوى؟ منين؟ وفي الاخر تقولوا بان ولادكم كيوصلوا لشي شي 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 واصل ما هياش. دابا هاد الشاب هذا عنده جوج حلول، يا اما غيشد الفلوكه ويحرق، يا اما غادي يمشي يكمل حشيش باش يصبر على هاد التناقض. نوضي تشمري، راه نساءنا مجاهدات، نساءنا ماشي بعبوله. المراه الا شافت الراجل ما صالحش خصها تقومه بالنصيحه، تقومه تغضب عليه وتقومه بالعداله. ناخذ مكالمه اخرى معنا عائشه من العيون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كدير اختي سناء على بشري؟ الحمد لله الله يبارك فيك. اولا اختي بغيت نحييك وتبارك الله عليك وعلى طاقم راديو كامل. مرحبا بسلامك. شكرا بارك الله فيك. الدكتور حتى هو مرحبا ليه وكنحييه بزاف. مرحبا اختي. مرحبا لله بارك الله فيك. تبارك الله الناس سموك بزاف ديال الاسماء، شي فانوس شي ضوج، انا كنسميك شميعه. لا اله الا الله حبكم الله. الله يسمعنا منك. لا حول ولا قوه الا بالله. دكتور انا كان عندي واحد. نعم اختي. نعم كيف صارت؟ تبارك الله فيك. عندي واحد الاخ ديالي عنده 15 سنه والصراحه ما بغاش يقرا وخرج هذا العام، وزعما قلنا الا كاين الا ما عرفناش شنو ماله علاش ما بغاش يقرا. وجميع الظروف متوفره ليه وما خاصو حتى شي حاجه. وخرج عنده هذا العام الكاتريام اني. ملي كتسولوه شنو تيقول؟ نعم؟ ملي كتسولوه شنو كيقول هو؟ كيقول انا ما بغيتش نقرا وعلاش نقرا؟ انا ما اصلا ما حاملش نهز كاع الكتوبه، شنو الفائده انني نمشي وانا اصلا ما عنديش ذاك الراس من القسم، يعني ما عنديش انتباه الاستاذ كيقول او الكتب شنو فيهم ونخرج. قول لي يا شريفه. نعم سيدي. عمرك شفتي مايكل جاكسون تيبريباري شي كونسير ديالو؟ لا. بغيتك تشوف لا بريباراسيون ديال اخر كونسير اللي كان كيحضر ليه مايكل جاكسون قبل ما يتوفى. راه داروه فيديو، داروه فيلم ياك. وبغيتك تشوفو وغنشرح لك شنو المقصود علاش بغيتك تشوفو. هاد الفنان مايكل جاكسون هو ملحن ومغني وتيدير لا كوريغرافي ديال الرقص مع الراقصين والراقصات ديالو ياك. فالوقيته اللي كيكون كيلحن تيلحن بوحدو في دارو، والوقيته اللي تيكتب بوحدو في دارو، ولكن الوقيته اللي غادي يتدرب كيمشي للمسرح اللي غيدير فيه التدريب وتيحضر جميع الانماط الفنيه اللي غتشتغل معاه. فكيجيب واحد اللي غادي يخدم بالفوكاليز اللي غيراقب ليه الصوت واش غيحطو في النوطه ولا ما غيحطوش في النوطه، غيجيب واحد غيراقب ليه كليراج باش كيتبعو في الحركات ديالو وكيتدرب مع الضوء، وغيجيب واحد غادي يراقب لا سانكرونيزاسيون ديال الاوركست ديالو معاه هو، وغادي يجيب واحد السيده كتشتغل معاه كتراقب الموفمون الكوريغرافي على الريتم الرقصات. فلاحظ هو بنى البنيه ومن بعد كيوزع على اختصاصيين. اش كيولي كيدير ديك الساعه؟ هو تيولي رهن اشارتهم. دابا لاحظتي هو اللي الف، هو اللي صيب، هو اللي قاد، ومن بعد كيجيب اختصاصيين تيقول المول الموسيقى هكا هاد الطرف الموسيقى راقبوا ليا، تيقول المول الضو ها شنو بغيت في ليكلاج دابا انت غتراقب هادي، ومن بعد كيولي ما كيبقاش هو اللي كيسير، كيولي هما كيسيروه.
بالك. فهذه شنو كتعني؟ كتعني الكفاءة والكون ديال الكفاءات، لا كومبيتونس اي لونيفير دي كومبيتونس. فالمدرسة راها كفاءة وحدة، فين هو الكون؟ فين متعدى؟ فين هو هذاك المسرح اللي غادي الولد دابا الولد ديالنا كيعيش بحال مثلا في المدرسة غير الموسيقى، غيمشي غيدرس الموسيقى، ولكن فين هو اللي غيراقب ليه لي فوكاليز الوقيته اللي تيكون مع الموسيقى كفاءة وحده اخرى؟ فين هو اللي غادي يراقب ليه الموفمون ديال الكور ديالو مع لي كادونس ريتميك الموسيقى كفاءة وحده اخرى؟ فهذا كيتسمى لونيفير الكون. هاد صيغه التوحيد لاحظتي هنا مايكل جاكسون ملي كونتين ريبيت ملي كيدير ملي كيدرب كيدرب هو كيوحد لونسومبل دو لوفر، كيوحد هذيك هذيك الابداع ديالو كيجعلو كله يعيشو مكتمل حتى كيعطيه الصوره ذاتيه غيعطيه واحد لونيتي كوربوريل. هذاك الابداع ما كيبقاش غير موسيقى زائد رقصه زائد اضاءه، ما كتبقاش هذيك زائد، كيولي كل شيء يلفا فير كور بالك. فهنا ما عرفناش ما بقيناش عارفين، هما الحمد لله راه كيعرفوا المغاربه، ما بقيناش عارفين نجعلوا في البيت محل اللي يتجاوزوا من ناحيه الزواج ونسقوا ونوائموا الحوار الخطاب التأمل تربية الذوق بالسمع تربية الذوق بالعقل الإبداع الفكري المنتوج الفكري الصبر على عدم المعرفة مع الحصول على المتعة في عدم الحصول على المعرفة ماشي الجهل، أنني صبري في عدم الحصول على المعرفة في حد ذاته الصبر ديالي يحدث لدي متعة في أنني كنصبر. شكون هو اللي غادي يجعلني؟ واحد الرئيس واحد الجامعة كنشتغل معهم قال لي مؤخرا كان في أمريكا وجا واحد البريزيدون ديال واحد الاي ماي تي قال لك في واحد المحاضرة فاجئهم بواحد تصريح قال لهم اللي بغيتوا توصلوه للدراسة يحبها خصكم تجعلوه بحال هذاك العازف ديال الجاز يتحير على احنا ماشي امه هذا الامر ملي كنشوفوا الموسيقى الجنوية كيفاش عندنا. علاش المغاربه كيعرفوني انني كنجذب في البرنامج وما نقدرش نمشي للتلفاز لان ما غيصبروش معايا، انا كنت في شعري كنخشي صبعي في ودني كنوقف كنبدا نضرب في حناكي بحال هكا. تخيل دابا في شي برنامج تلفازي غادي يقولوا الدريب حماق، وانا راني شنو اللي محمقني؟ حب الناس ولادهم وشنو مكرهني؟ الجهل اللي غارقين فيه الناس. فملي في العائله كيجذب الاب كيشوف ولاده كيجذب شنو اللي جذبه؟ خطاب. واش انا ما لاحظتيش الشريف النهار اللي حصل لي الشرف اني نتكلم على خطاب صاحب الجلاله في المسيره، واش ما شتيش كيفاش كنجذب؟ وتا كنشوف كلمة الشريف كيفاش محطوطة في الخطاب عيب الله، والتناسق الفرق فقرة مع الفقرة الفكرة مع الفكرة، هذاك الشيء غادي مغيز. وتا راه ما ركشتي حالتي ديك النهار ملي باقي دابا باقي عندي الفيشي ملي كنبغي نبرر راسي كنجبد بقى نقرا فيه بحال هكا بقى نشوف فيه. فملي ولادي غيشوفوني انا كنجذب، المرأة عندي تتجذب بالمعرفة، الخدامة عندنا كتصيب الخضرة وكتدوي بالمعرفة الخدامة. كتظن شكون اللي كيحبب المدرسه؟ الثقافه ولا المدرسه كتحبب الثقافه؟ شي الثقافه هي الصيغه الكونيه للمعرفه. فملي ما استطعناش ما يمكنش نلوموا هاد الاولاد لان كيعيش لها ديكوتومي. شنو هي لها ديكوتومي؟ الراس مقطوع على الجدع وبغينا الراس يبقى عايش. فنصيحتي لهم يمشوا يشوفوا لي شي تكوين. دابا لاحظتي هذا اقرار بالفشل، انا اقر بالفشل، ولكن فشل مجتمع وعائلة على أنها مبقاتش قادرة تدير الإبداع في صيغة كونية متحدة لما هو الثقافة ولما هو معرفة باش تحبب ليه المدرسة، وفي الآخر نوضو بحال شي بولادة ننتقدوا المدرسة بوحدها فقط. بالك دابا حنا مشينا لواحد الفلوكة غرقوا موليها وكلموا شكون هذاك الصياد اللي ساكن في كاريان اللي كيكمل حشيش باش ينوض مع الخمسة الصباح اللي كيربح 50 درهم في السيمانة، وغنقول له أنت اللي غنعلقوك لانك انت اللي غرقتي. هذا عباد الله ما غنشوفوش الوضعيه الاجتماعيه ووضعيه الهشاشه ووضعيه الفقر ووضعيه الجهل ووضعيه العنف الاسري ووضعيه العنف الثقافي، ما شفناش والو هادشي، غنعلقوا عمو الفلوكه.
اذا غادي ناخذ مكالمه اخرى معنا عبد الرحيم من وجده. الو. الحمد لله. السلام عليكم. استاذ عبد الرحيم. الحمد لله. كديرين لاله بخير الحمد لله. مرحبا. مرحبا سيدي عبد الرحيم. صباحك مبروك خويا. الله يبارك فيك عنا وعليك خويا الله يطول عمرك. نهار كبير نهار كبير وشرف كبير هذا اننا توفقنا اننا نهضروا معك. مرحبا سيدي عبد الرحيم. مرحبا في حوالي وجده. كنهنئوكم بالسمعه اللي اكتسبتها. احبكم الله ورسوله خويا. وكنا نطلبوا الله باش يوفقك في العمل ديالك. يا ربي امين. كتقوم به. يا ربي امين يا ربي امين. مع الناس ومع يا ربي امين. في اخبارك اهل وجده. ناس من نعم. المنطقة الشرقية من نعم. المناطق المثقفة جدا. الله يحفظك. العائلات نعم. الوجدية من العائلات المثقفة جدا. نعم. يا ريت المغرب كامل ياخذ نعم. مثال. شتي واخا نسائهم ما تيخدموش. نعم. نعم. هما عندهم نسائهم غالية بزاف كيحشموا عليهم وكيخافوا عليهم تيغريو عليهم. كتلقى المرأة الوجدية في الدار. نعم. وكتلقاها قارية الفرنسية وقارية الصبليونية وقارية الإنجليزية وكتعرف الإعلامية. هنيئا نعم. المغرب هذيك المنطقة الشرقية. هنيئا. مرحبا سي عبد الرحيم. الله يبارك فيك. هنيئا لنا بك انت. الله يخليك. أحبكم الله ورسوله. إذاعة تعميد راديو اللي راه. مرحبا خويا. مرحبا لنا الشرف. عندكم واحد الكلمة وجدية كتقولوا أبردك. ياك باقي كتقول كيفاش كتسميو الموس كيفاش كتسميو الموس؟ الموس المطوي ياك. لا لا المطوي انتم احنا كنقولوا الموس. لا انتم لا خو واش كتسميو الدلاع كيفاش كتقولوا لي؟ الدلاع. الدلاع شتي كيفاش كيشكلوه الله يرضي عليك. كيدلعوا فهمت فهمت. مرحبا استاذ عبد الرحيم. مرحبا الله عليك. صباحك مبروك. الله يبارك فيك. تفضل استاذ عبد الرحيم. الله يحفظك البروفيسور. احنا حاولنا انا والسيده شحال مره باش نتصلوا بك. مرحبا خويا. مرحبا. يلاه عاد وفقنا الله باش. مرحبا خويا. وكنا صفنا حتى عيطنا حتى في عيطنا للمكتب ديالك في الدار البيضاء. مرحبا خويا. على عندنا واحد عندنا واحد الوليد عنده 11 عام. ياك كي بيغي. كي شنو كيدير؟ يبيغي يبيغي في الكلام. اي الباقي وي اها. يبيغي. ايوا المهم بغينا واش تقدر تساعدنا زعما ولا حنا قلنا كاع نجيبوه تما. غادي نعطيك غادي نعطيك واحد السونتر يلاه فتح حاليا في الدار البيضاء فتحاتو فتحوه جوج ديال الاختصاصيات مغربيات وكنحيي كنحييهم استاذه غزلان والناس اللي معاها. شتي هادو نساء اللي درسوا في الخارج وحققوا نجاح في الخارج ودخلوا المغرب رغم نعم. ان عندهم نجاح في الخارج دخلوا المغرب وحدتوا واحد المركز. انا عارف اخويا انت غير خلي الايميل ديالك ولا رقم التليفون راه غنبعث لك بالعنوان ديال هذا السونتر واتصل بهم والحمد لله راه غيعطيو نتائج باذن الله. الله يجازيك بخير. الله يحفظك. شكرا سيدي عبد الرحيم. شكرا شكرا. مشكور على تواصلك معنا عبد الرحيم من وجده وتحيه لكل اوفي انا بوجده والنواحي. غادي ناخذ مكالمه اخرى معنا زهره من باريس. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كاين ديكالاج بالانترنت كنسمع الانترنت وما دابا عندك ديكالاج شكون اللي سابق الاذاعه ولا لا؟ كنتصنت علاش تقول دابا يلاه دابا الله 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 وكنسجل وكنقيد انا. مرحبا احبك الله ورسوله. خويا راه كنت اخويا وبا لا اله الا الله. شكرا حصلينا في هذه البلاد الغربه لعائلتي كلها في المغرب. احبكم الله ورسوله اختي. شكرا الله يخليك لينا. وكلمة اللي نقول لك الوحيدة هي الله يخليك صحيحتك لينا وعارفة بأن عندك سكر. هو الحمد لله أختي. الحمد لله. صحة يا عم. يا ربي أمين أختي. لا شكرا أختي. شكرا. تفضل زهرة. السؤال ديالي نعم هو أن عندي بنتي عندها 5 سنين ونص مفارقة مع باها ونيغوستيون دون تيرم على ود باش ما تقدش ليا البنت وكذا. السؤال الاول هو عندها مشكله ديال مرت ديك المرحله ديال لو نون ديال لا 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 دابا دخلت واحد المرحله ديال النسيان كتنسى الو ديما هذاك لا كاقول ديالها لي غون ديما ناسيهم وكتنساهم فينا هما ما عرفتش وكتنسى بزاف ديال الحوايج يعني ماشي كتنسى كتنسى بحال دابا نقول لها كونتين قلتي كتقول تنسى كتصور قدام نسيت تنسى وانا عارفه انها ماشي شي وحده شي دليه صغيره اللي ما ماشي ذكيه ولا لانه كنديروا بزاف ديال لي زاكتيفيتي وكيبان بان الى انتراكتيف وهذا. تفضل لا انا السؤال الثاني هو انه انا اصلا ما كانش عندي ما كنضربهاش يعني كنحاول كناخذ واحد لوبجيكتيف في الشهر انني يعني خيسه وحده يعني شي حاجه اللي فيها دونجي
لو غيست كتكون بونيسيون ما تاخذ تشوفيش دي في دي ما نعطيكش ما عندكش البارك ما نعطيكش هاد مثلا لي بونبون ولا شي حاجه هكا دايره ان كيتابلو دايره فيه برافو ان كولون دخلتها من الأستاذة ديالها كنت نقصنا الفامي الأستاذة ديالها في الماتانيل وفي هذا كان ندير حاجة زوينة كان ندير لها إنفلاغ تتفرح كان ندير شي بيتيس ندير لها إنكخوا هذه هي لا فينيسيون ديالي وفي لافان دو لا سومان تندير لو كيمير وتنشوف نقول لها أنت إلا كنت عندك وصلتي العشرة يكون عندك حق في ماكدو لا كانت لا انا كنتعب هي عارفه هكا عزيز عليها ماك دوك كتفرح صافي كتحدث حسب كل نهار تقول ماما عندي كثر دابا يا درا قررت ندير فلوغ الا لبست حوايجي بوحدي ولا الا خليت لو بان بوحدي واش نقدر ناخذ اون فلوغ ولا اه كديرها كيشجعها الوغ السؤال الثالث هو لا انه لا تعرفتي عين يعني جاوبك بعد على الاول والثاني عاد ندخل لتاك واخا الوغ غنبدا لك اون سكي كونسيرن لا ميموار واخا دابا نتوما في فرنسا لا سوسيتي فرانسيز مبنيه على لا سيستيميك ولا بونسي ولا بونسي داروينيان لوجيك داروين غير اون بارتي حيت راه واخدين من ديكارت من باسكال من واحد اخرين ف في لا سيستيميك لورسكو اللي غادي تقول كأم وبنتي ما تتعقلش غير ركزوا على لا ميموار حنا في الفكر الاسلامي بنتي ما كتعقلش غنركزو على العقل وعلى الذكاء اللي حيط به شنو الفرق الفرق ما بين لا ميموار اي لانتيليجونس لا ميموار عندها علاقه بالسيرفو لانتيليجونس عندها علاقه بلو كور وبيك انتيا كوم اتر سنسيبل وبالانفيرونمون فاميليال اي سوسيال فاحنا في الفكر الاسلامي ما كاينش هاد لافيرونمون سوسيال سي بور سا كو اذا ما كاينش عفاختي خليني غير نكمل عفاختي راه كاين لانه سواء امبليسيت سواء اكسبليسيت ولكن راه كاين لان لو سوسيال راه كيمر حتى اترافير لي ريزو سوسيو حتى اترافير لا تيلي راه حاضره لا سوسيتي ملي بنتك تتشوف روبورتاج لايف على واحد العائله فرنسيه ها السوسيال دخل فانتبه راه كاين لا كونيسونس امبليسيت وكاين لا كونيسونس اكسبليسيت راه ولادنا تيخدموا حتى بلا كونيسونس امبليسيت اللي ما مسمياش فملي تشوف بنتك عندها لا بيرت دو ميموار في لو طون بارابور لسيغتان تاش هنا لا ميموار تومبورير لي سيونتيفيك تيقولوا كتهز 9 ديال لي طاش عندنا اون ميموار دو تومبورير وعندنا اون ميموار ترافاي عندنا اون ميموار لون تيرم عندنا اون ميموار بروسيدورال عندنا واحد العدد الانواع لي سيونتيفيك تيجمعوهم في 5 ولكن هما سي بوكو بلو كومبلكس ماشي ايارشيزي كومسا هما راه وحده داخله في وحده فملي تشوف بنتك كتنسى لي بتي تاش معنيتها عندها ساتوراسيون في رفع المعلومات اللي هما في لا ميموار تومبورير هنا ملي تشوفوا ولدكم ولا بنتكم تيطيح هذوك المعلومات الصغار ديال عفا ولدي ها انت سير للكوزينه وخود عصير وشربو وهز معك قريعة الماء وديرها في محفظتك وهز البوني ديالك وديره فوق راسك واجي حدا الباب لحتي عطيتيه سويت فغيقدر يمشي يشرب العصير وهز المحفظة ما ينسى البوني شي ملي تلاحظوا بان ولدكم في هاد لي بتي طاش يعني باقي حيت لا ميموار تومبورير كتكون في البريزون وفي البريزون يعني ايميديا ماشي هذاك البريزون اللي غدوز عليه 15 مينوت ولا في البريزون ايميديا فملي تشوف ولدكم كيطيح معناتها عنده ان ساتوراسيون ولا سيتوراسيون عندها غولاسيون مع لا نوسيون دو بليزير وعندها ساتوراسيون او نيفو ديال وضعناه في البروسيدورال وهو الطفل تيكون بحال اون اوند ميوزيكال بحال واحد النوطة فتو سكي بروسيدورال تياخد اون فورم جيومتريك كاري و تو سكي اوند كياخد اون فورم سينوزيدال لاحظتو كاين تناقض ما بين البنية السينوزيدال اللي هي كتبغي لسباس باش تحرك وما بين البنية ديال البروسيدورال اللي كتعطي الكاري اللي كتجمد فهنا خصني نجي نحرك لي زانتيليجونس شنو هما لي زانتيليجونس هو باش ولدي يعقل على واحد الحاجة خصني نعرفو ونشرح ليه كيفاش كيخدم لا ميموار ديال الذاكرة الإنسان معلومة تتربط معلومة فدابا حنا تنتكلمو في شهر 12
واحد الوقيته غادي نطلق عيني فوق السطح وغتبان لي واحد الهضوره خرجت واحد السيده كتصلي عليها كتنشرها. هذيك السيده لابسه واحد الجلابه بيضاء وحطت هذيك الهضوره هزيت عيني غنتفكر العيد الكبير. حتى هذه كتسمى لاسوسياسيون بها باش خدم فرويد باش غيكتشف لانكونسيون كيسميوها لاسوسياسيون ليبر. كاين شي فاصل؟ الا سمحت بروفيسور غادي نتوقفوا للحظات ديال البروفيسور. الوغ ف خصني نعرف الفونكسيونمون ديال العمل ديال الذاكره انها كتربط الربط. ف المعلومه اللي تحطات في لا ميموار تومبورير وتكررت بسرعه تكررت 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 كتدخل لا ميموار لون تيرم كتمشي الذاكره النوع الاخر. اما لما تكررات ما تدخلش في الميموار لون تيرم كتضيع. بار كونت لا بغيتها ما تضيعش غندير ليها واحد المربط. مربط هو شي حاجه انا عندي في لا ميموار لون تيرم غنجي غنربطها مع داك الحدث اللي حضر ليا في لا ميموار تومبورير وغادي نربط. عقلتي واحد النهار كانت المخرجه دارت واحد الاغنيه لمجد الرومي لان ما عرفش العنوان ديالها وانا نحط مربط قلت غنحط حداها الحمد لله اغنيه مجد الرومي اللي كتقول فيها الحمد لله. فدابا بقي انا دابا صافي تربطات عندي. فملي غنبغي نقول للمخرجه الله يخليك دير لي هذيك الاغنيه ديال الاخرى اللي كتغني مجد الرومي اللي كتقول فيها في الكوبلي الحمد لله المخرجه عارفه دقة جبدها. لاحظتي اما انا مشيت بغيت نحفظ العنوان ديالها ممكن ما مسجلش عندي العنوان في الميموار لون تيرم غيولي عندي جوج داكسيون غيولي عندي الاغنيه لمجد الرومي معلومه زائد العنوان اللي هو معلومه جديده ما غنشدهمش. فخصني نمشي لا ميموار لون تيرم ديال الطفله باش نربطو بيناتهم. بالك غادي نمشي ليها العيد ميلاد ديالها غنمشي ليها لواحد البيرسوناج في الرسوم اللي عزيز عليها غنمشي ليها شي حاجه اللي مسجله عندها في الميموار لون تيرم اللي كتعاودها هي اللي عقل عليها. وغادي نقول ليها ملي تكوني خارجه واش سلمتي على مثلا ويني لا هي مسجل عندها ويني ولا لا واش سلمتي على غوميغ على جداك دير لها انا واحد التصويره وفوق التصويره جدها معلق البوني. قالك اش غندير غنربط المعلومه اللي مسجله في اللون تيرم مع هذيك الحاجه اللي بغيتها تذكرها فغنحط البوني فوق ليماج ديال لا غوميغ ولا حداها بجنبها وغادي نبقى نوضع كل معلومه مسجله في اللونتيرم بالحاجه اللي بغيتها تسجل في الكورتيرم. ملي غنبغي نذكر بنتي ما نقولش ليها غابيل توا ان في هذه جوج هذه مشيت لا بروسيدور نو غنقول ليها تكوني خارجه وسلم على لا فوتو تا غوميغ وخذ الحاجه اللي فوق راسها. شتي البنيه ملي غتم غادي خارجه غتولي سيستماتيكمون في اللونتيرم مسجله غوميغ كتشوف تصوير جداها وعينيها كتهز كيبان ليها كيبان ليها البوني كتهزو كتم خارجه عند الباب صورت امها وباها معلق حداها الشال كتجي حدا الباب تصورتي الباب ديال لاشومبر لقات تصويت امها وباها الشال الباب تصورتي كاين الا كان الشتاء كنديرو تا واحد ليفينمون باش تمدي يديها تهز البارابلوي. شتي غنديرو لهم دي روبير داسوسياسيون هادو كيتسماو واحد لي روبير واحد الكورسور اللي غيجعل الكور تيرم يرتبط باللون تيرم. شتي ملي كيربطو تتولي لاحظتي هنا درت صيغه التوحيد ربطت جعلت الميموار لون تيرم يساعد الكور تيرم وجعلت الكور تيرم يتصل باللون تيرم هذه من جهه. اما بالنسبه لذاك الطابلو اللي كدوات عليه طابلو ديال كدير فيه برافو ودير فيه كروا هذاك سي ان اوتي سامبل بسيط بزاف بسيط كيخدموا به في المدارس وكيخدموا بهذا. انا من الناس اللي ما كنخدمش بهذه الادوات. شتي بحال اللي بغيت نعلم بنتي تعوم في البحر وغنمشي ندير واحد القنبه نحدد بها واحد المساحه بحال زعما بيسين بالك لا ما نديرهاش ندخل بنتي للبحر نقول لها ركبي فوق كتف باك شد في ظهره دخل. كيجيو ناس كيديروا واحد مزيان نديروها في مخيم باش نحطيو الدراري ما يتلفوش لينا نديروها ملي نكونوا مخرجين الدراري للمدرسه باش ما يتلفوش لنا الدراري كيديروا داك الكاري في البحر. ما انا لا انا غنخلي بنتي تحب البحر تخافوا وتهابوا وتحبوا قوي شاسع ولكن تحبوا. شنو كنقصد هنا؟ طلع المستوى طلع ما تنساوش الله يخليكم بان مزار كان كيعزف ثلاث سنين كان تيكتب في خمس سنين الموسيقى بدا يالف ايوا تخيل لا العقل ديال مزار مختلف على العقل ديالنا. اينشتاين تيقول واحد المقوله
وراه لي واحد الاستاذ البارحه قتلني بالضحك، كيقول اش شنو الفرق ما بين الذكي والبليد؟ تيقول لك البليد هو اللي كيشتغل بواحد الطريقه وكتعطيه نتيجه فاشله، وتيعاود نفس الطريقه غير شويه مختلفه كيظن بانها غتعطيه نتيجه ناجحه. خاصك الذكي هو اللي كيشوف هذه الطريقه هذه في الحال ديالو في الكيان ديالو. البنت ديالي مطلق طلقه مهبه، قالت الام بانه يسون بون تيرن باش على حساب الصحه ديال البنت، ولكن ملي قالت يسون اون بون تيرم هي وباها اللي مطلقين، اسكو لا كيستيون اي ريغلي، واش هاد الوضعيه صافي زعما تريغلات عند البنت، ما باقيش عندها الصباح ملي تتفيق ولا في الليل من جهه كوشمار وتبغي تعيط بابا وما تلقاش كلمه بابا في فمها وتقول ماما. مالك راه بغات تعيط بابا في الليل، الدري كيختار يبي يعيط لماما ويعيط لبابا، يعيط لماما في واحد الوقيته ويعيط لبابا. دابا البنت ملي تتخلع في الليل وتفيق وتبغي تقول بابا بابا، ما تحرمتش من كلمه بابا، خاص الام تقول لها عيطي لباباك حبيبه واخا معايا، سميتش هاي تعيطي ليه tu as envie de dire بابا بابا، ne te prive pas قول بابا، واخا انا معاك ماما قول بابا. نخلي لها الرمز الدال على مصدر المحبه بينها وبين امها. اما العديد من الناس اللي كيطلقوا ما كيبقاوش يحضروا هاد السميات، كيبقى عندهم خصائص حيت صافي مشى الراجل ما بقاتش كلمه بابا. بابا راه مرتبطه مع الاصل الانجاب ديالي، خصني نبقى نقولها، وتبقى تصويرت بابا وماما عندي فلاشهم محطوطين. كاين الناس اللي عاكي طلقوا تيغبروا تصاور ديالهم ملي كانوا مزوجين، انت هي كزوجه حيدتيه من حياتك ولكن هي راه بنته. وملي يمشيو نعسوا نقول لها سلمي على باباك حبيبه، وملي تقول لها سلمي على باباك تقول لها البنت ماما اسكو تو لايمي، واش بغيتي هاد السيد تو لايمي ماما؟ ما عرفتي شنو بغات، بغاتك تدوي عليه ولا بغاتك تدوي كيفاش هي جات منه؟ اذا لاحظتي هادي كتسمى الحضره، ان كيبقى عندنا واحد الامر في الماضي حاضر في الحاضر عنده علاقه مع الذاكره ما عندوش، لان هذيك هي ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. مرحبا. اذا مستمعينا فاكيد على انه مثلا غادي نستقبلوا مكالماتكم وعلم الناس بروفيسور مامون مبارك دربي برنامجكم مع المحلل. موضوعنا اليوم شنو هي وظيفه الحمل والاطفال في العائله الذكيه، فمرحبا باتصالاتكم الهاتفيه وعلى 0522 46 72 50 51 او 05 22 43 00 09. غادي ناخذ مكالمه اخرى معنا نجاة من الصويره. الو نجاة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله نجاة. كنشكركم على البرنامج بزاف. مرحبا اختي بارك الله فيك. دكتور فيا شتاع الخلعة. شحال في عمرك بنتي؟ 22. مزوجة باقا؟ أنا مزوجة وعندي بنية تاع عامين 4 شهور. تبارك الله، تزوجتي صغيرة؟ تزوجت على 18. ومالكي مزروبة؟ واش غندير؟ كيفاش غندير؟ البادية ولا شي كتعرف. لا اله الا الله. حتى انا قريتها بنتي في السادس. شنو السؤال ديالك امي؟ المشكلة عندي مع الزوج ديالي. بحالاش؟ ما شكرا مع دارهم ما فهمت فيه والو ما. لا حول ولا قوة الا بالله. البارح بدا كيقول فيها كيقول فيها على ملي كيخاصني كي شهرة خايبة ما كنصبرش كنبقى نبكي. لا حول ولا قوة الا بالله. شنو العمل ديال راجلك؟ خدام في السلاح. كي دايره ظروفكم المعيشية؟ صعيبة شوية؟ لا بخير الحمد لله. عنده مع والديه لاباس. عنده فليسات يعني ميسور الحال شوية؟ كاين شوية الحمد لله كيسر شوية، مشكلة كما كي يلقاني اي على اقل مساله خاصو يهدر لقاني نفرج في التلفاز يقول لي ما كاين فرجه ما كاين عفه ما كاين. لا حول ولا قوه الا بالله. غير البارح قلت لك كنت مريضه وما قدرتش نوض مع الصباح، قال لي نوضي
تهزي قال لي نوضي ديري ديري الفطور وانا ما قادراش نوض. شتي بنتي هادو من هادوك الجيل الحربي اللي كيقول لك شتي طامو ونسحاره وولدات سبحان الله العظيم تبارك الله مع السته ونادي الطيب العشاء مع تسعود دايره مجنونه كيتباهوا بها الجهال. كاين الناس اللي كيشحطوا نفوسهم. عمرك تشوف كاين بعض النساء الى لقات الدار مجموعات رونها باش تعاود تجمعها تترون سدادر توقفهم وتوقف العود سدادر وهي مجموعه الدار ما فيها والو. تخيل عمرك تشوف المراه توصل الحيط كتولي مسكينه عنكبوت تطلع مع الحيط تقعد توصل فيه توصل فيه. شتي هذا الجيل هذا كيسحابوا الناس بانهم راهين سوفخ با وسيروا قراو على لو سندروم دو لا ميناجير. سيروا قراو على واحد السندروم سميتو لو سندروم دو لا ميناجير اللي هو اللي غيعطي لي توك اللي كتلقى مساكن واحد بحال لو غاطون لافور. هذا الحيوان هذا شتي اي حاجه كيبغي ياكلها كيغسل يدو. عجيب واحد الحيوان عجيب بغي ياكل كي هو كيعيش دايما حدا الماء. شتي باش يصيد مثلا واحد الكروفيتا ولا شي كراب في البحر في الماء في اللاك يغسل يدو وياكل يغسل يدو وياكل. تخصبها عجيبه راه صبحوا ناس بحال هكا. فهاد الجيل المعطوب ملي تيجي حدا هاد الجيل ديال المحبه بحال هاد الفتاه هادي دابا هو مو راه معطوبه. ماشي تقول لها وليدي انا راه عطبوني كانوا ينوضوني مع الفجر ونطيب المسمن. عمرك تشوف ناس اللي ما عمرهم ياكل مسمن البارح كيخص ياكل مسمن جديد راه باقي المسمن البارح مزيان راه شويه نسخنوه شويه بحال هكا ويتكل. لا خاص المسمن جديد. والمراه تنوض تخيل تعجن عباش الخبز يخمر لك شحال خصك تصبر عليه وملي تسالي البراد باقي فيه خص تعاود براد جديد. شي براد باقي فيه وتسخن كازاتاي لا صايبو براد جديد. هاد الصيغه الحربيه شربوها لولادهم. دابا شتي هو ملي كيدخل كيخصو يشوف بحال الشكل اللي عاش مع امو يعني مركبه بريز في ظهرها بحال هكا وكتسرط الحجره ديال الضو. الحجره باش كنخدموا التيليكوموند مره مره كدير بوز ملي كتبغي مسكينه تستريح المراه الحربيه كتمشي تجيب واحد البواطه ديال الحجر هذاك ديال اللي كنديروا في الباتري ديال التيليكوموند تبقى تسرط وحده بوحدها. الله وليدي وانا كنريح نفسي وليدي كنسرط الباتري باش نخدم. دابا هو ملي كيدخل ويلقى مرته مستارحه تفرج بالنسبه ليه راه ماشي مراه خاصها تكون بدراعها. شنو هي المراه بدراعها اش كتعني؟ اش كتعني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ملي اعطانا لماذا تنكح المراه؟ ماذا تنكح هذه المراه؟ شنو قالك تنكح لي لماذا؟ باش بدا بجمالها. شتي النبي صلى الله عليه وسلم باش بدا بالجمال. وهنا عندك وتسحبوا راه الجميله هي هذيك البيضه اللي عيني راه الجميله هي اللي تضحكك وتجعلك تضحك وصورتها تولي جميله ملي تضحك. عمرك تشوف واحد النوبه جالس معايا واحد العائله كنذاكر بحال هكا كنشوف واحد السيده ما شاء الله في الجمال وخايبه. كيفاش دابا غتفسر هذا جميله وخايبه العينين السنينات الوجيه الشعر كل شيء مكتمل ولكن ما كتعرفش تحرك حروف الجمال ديالها جامده. اش قالت لي؟ قالت لي راه راجلي مره كينفر مني. قلت لها هزا معك شي مرايه شريفه في ساكك. قالت لي هزا وحليها وقدي معي وشوفي مره تلفتي في المرايه. فملي كتلفت قلت لها شتي خدودك هابطين بحال داك الكلب دوبيرما اللي عنده حنكم مديرين بحال هكا عرفتي بحال الكلب راه كي هذا ها. قلت لها ضحكي ويدي الرد. قلت لها عقلي ها شوف حنا كمن كيدلاو اكسبري صورت لي هذاك الدوبيرمان باش ما تحملش الدوبيرمان لان المرا ملي غتقول لها وجهك بحال الدوبيرمان ما غتقبلش. لاحظتي كيفاش ربطت ليها المعلومه مع باش تبقى خدامه لها في الميموار لون تيرم. حطيت ليها كلب دوبيرمان وقلت لها انت غزاله تبارك الله شوف ربي الجمال اللي عطاك. وانا جبت واحد الصوره في الانترنت تاع ذاك الكلب اللي عنده حنا كم مديرين بحال هكا وعنده واحد النيف خارجين. قلت لها ها هو دابا النهار تبغيش تشبهي لهذا شوفي عقلي. تخيل ولات عندها واحد الابتسامه حطها ملي كتبغي تتكلم كتعوج وجهها
كدير الحنكه بحال هكا شوفي 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 وهي تقول لي مالي كنديروك ما كانتش عارفه كديروك. قلت لها دابا عرفتي اش كدير هكا؟ لانه قلت لها ما لقيتيش اللي يتامل فيك وانت صغيره، ما شافوش فيك شوفات الجمال وانت عندك 5 سنين وعندك 6 وعندك 7 بخصو فيك ما عشتيش صيغه المنظور. دابا كتظنوا العديد من الناس كيحماقوا على المرايه غير هكاك. شكون اللي كيشوف المرايه بزاف؟ اللي محروم من صيغه المنظور، اللي غلغل في صيغه المنظور والله ما يتسوق المرايه. فدابا ما تشوفش واحد غادي في الجاجه في طوموبيل ورجال بحال كثروا دابا ولا رجال بحال بحال. هو راه اللي ما عاش صيغه المنظور ديال ماما ماما شوف فيا، ما عاشهاش مع مو با واحد المده زمنيه في وقتها، كيبقى حياته كلها يشيخش لا فالور ايكونوميك كومبونسي بحال كونتابيليتي، عنده واحد الكونت ديبيتور كيبقى خصو دائما يعمر فيه باش يولي كريديتور. فهاد البنت هذه اش غادي نقولوا لها؟ كي غنواسيوها غادي نقولوا لها بنت عمي غتكوني ذكيه وديري الحيله، اشنا هي الذكاء والحيله؟ غتخلي ديما واحد السطل والجفاف وموا موسخ والشطابه حدا الباب، حيت هذاك مارتو في هذاك السطل الموسخ وفي الشطابه حدا الباب. ديما عاف اختي غتحافظي على الماد السياق موسخ خليه في السطل، وغدلي فوق من السطل الجفاف موسخه، وغتحطي الشطابه حدا الباب. يدخل المزحوم توري الصوره اللي باغي تدخل المزحوم، وديما ديما جلسي تفرجي فيلم ومشمره مشمره، عايحوا الباب وديري العروقات بحال هكا، ديري بحال واحد شويه الماء على وجهك، ها جيتي وبلاتي نكمل سمح لي التسياق، وبدا تشلطي في هذاك الجفاف على رجله تشخ، وبلاتي حيت كنكمل تشخ تشخ، ها فالك ها كمرت ها ما تسوى الحمد لله زيد تشخ تشخ، شتي وسالي وديري عصري لي على وجهه بحال هكا عصري، ها بلاتي انا غنعطيك تاكل عبلاتي، وسري بيدك مسخين وسربي ما تغسليش يدك، سري بيدك مسخين وهزي الخبز، ها قول لي هكا اسمح لي ما غسلتش يدي، وبالحقت الحمد لله راجل صحيح ما كضركش الميكروب، زيد زيد وكلي بحال هكا الوسخ. حيت كتظني هذوك اللي كيبيعوا صوصيس ديال الكلاب في الشارع علاش عليهم الزحام؟ ماشي كلهم، كاين اللي كيبيع اللحم صحيح وكاين اللي كيبيع المصيبه، علاش عباد الله كيبغيو ياكلوا ساندويش مسخ؟ حيت ما عندهمش ثقافة النقاهة والجمال. شتي إلا عطيتي لواحد عنده ثقافة العفن وعطيتيه الجمال كيدفلع لك، تخصك تسربي ليه حريرته كيف هو، عندك تغسلي الزلافة خليها مقلقة، شتي الزلافة ديال البارح ما تغسليهاش، خليها بهذيك الريحة ديال البارح، وأنت يا زلافتك غسليها وجيبي لي قولي نسيت والله إلا نسيت الزلافة، يقول لك علاش حتى أنت راه كيف والو، ها شتي أنت دير معاه بحال هكا وهو غادي يحترمها. اما ملي غتمشي مسكينه تزوق وتقاد وتصيب الدار وتجي تريح زعما راه كتصين راجلها باش تدخل تريح معاه، معاه هو عنده لا ريكورسيف عنده مقلوبه، هو تيمشي بموانزه ما كيمشيش بلوس ان، عمرك شي واحد كيدير خطوه لقدام وكتحسب عنده موانزه، كيدير خطوه لقدام كتحسب عنده موان دو، ما كتحسبش بلوس ان بلوس دو ما كتحسبش، شتي هذاك دير انت معاه بلوس ان بلوس دو، فالا درتو موان زان بلوس موان زان اش كتعطي؟ كتعطي فالور بلوس. فاش هو غادي في النيجاتيف سير معاه في النيجاتيف، ولا قال لك شكون اللي شار عليك عطيه التليفون ديالي قول له الدريبي لقاها لي حيت انتم وجهكم في هذاك الشيء. الا سمحتوا لنا غادي نتوقفوا للحظات فاصل انا نرجعوا دائما اذا غادي ناخذوا اخر مكالمه باش نمشيو لقراءه الاس ام اس للرقم 5080 معنا توفيق من بن قرير. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كاين اخت سناء لاباس عليك؟ الحمد لله سيدي بارك الله. شكرا على البرنامج. العفو. نشكر الاستاذ بروفيسور. مرحبا سي توفيق بكم الشريف، راه عزاز عندي احبابي ديال بن قرير. بارك الله فيك. مرحبا خويا مرحبا. الله يحفظك. دكتور الله يخليك، انا دابا عندي اعاقه ديال الشوف ياك؟ لا اله الا الله. وعندي اعاقه ديال الشوف ودابا كنشوف عادي، وانا يعني بورتو عندي كوريكسيون ديال لي لينيت ماشي مشكل. كان عندي الشوف متوسط ولكن مع المده بدا ينقص عندي الشوف، واي مباراه ولا كونكور بحال هكا تنتعرض لي ما كيكون عندي العائق. شمن مستوى التكوين عندك ولدي؟ هذه السنه الرابعه من التعليم الجامعي. تبارك الله. اين تخصص الادب العربي؟ ادب انجليزي. انجليزي. وكنت نشوف مزيان يعني، ولكن اللي ما خلينيش كاع نشد يعني لا ليسونس هو هذا المشكل ديال الاعاقه. يعني دوزت عند الاطباء قال لك اودي عندك بحال شكل المهم ايماكيلا بحال شكل ليمو تكنيك ما عرفتش المهم. هذا هو المشكل يعني، ما يعني كنشوف
ولكن كان عندي بحال واحد شكل دبابه بحال ايماكيلا هكا ديال لاغيتين بحال هكا. هادشي اللي فسروا لي قال لك غتعيق انك انني تنقرا مزيان هكا ولا نتبع مثلا نكتب او شي حاجه بحال هكا. يعني لا تحط لي بروز قدامي ديال الامتحان ما كيبانش لي مزيان. تبارك الله. فاش نقدر نفيدك ولي؟ شي استشاره او نصيحه او مثلا مساعده او شي حاجه بهذا من هذا القبيل. راه عندكم في بن قرير مركز فتحته الشركه المواطنه لو سي بي سميتو رحامنا سكيلز. واش عندك خبر عليه؟ عندي خبر عليه. مشيتي ليه ولا مازال؟ مشيت ليه شي تقريبا عام هذا، ولكن ما قلتش هذا المشكل ديال كنت بغيت نمشي نتقيدير باش نبقى في الانشطه وداك الشيء. وبحكم السن ربما كاين واحد النشاط فيه 30 عام وما بقيتش مشيت، ولكن هذا المشكل ديال الاعاقه ما تحتوش. غتعاود ترجع، انا غادي نتصل بهم لان عندي اصدقاء تما. أيه. غنتصل بهم غادي نردك الستوندار، خلي لنا الرقم التليفون ديالك والسميه ديالك والمسائل المعلومات اللي عليك. أيه. غادي نتصل بهم ابتداء من نهار الاثنين ان شاء الله، وغتمشي وغتلقى السميه ديالك عند واحد السيد وغادي يعتنوا بك ان شاء الله ويمدوا لك المساعده تما. بارك الله فيك. مرحبا ولدي. الله يوفقك. مرحبا. الله يوفقك. مشكور توفيق على تواصلك معنا من بنقرير. إذا سمحت بروفيسور نمشيو لقراءة الاسماس. اسماس اول تيقول السلام سي ثناء وتحية كبيرة للبروفيسور مامون. انا هند من اكادير، عندي 38 سنة، ولدي الكبير عنده 19 وبنتي 14 عام، والمشكل مع باهم هو انه البلاصة اللي كيكون فيها كيخويوها هما، ما كيجمعش معاهم ما والو، وانا هي صلة الوصل بيناتهم. الاسباب متعددة. انا من الناس اللي كان ننتقد الذكور وفي نفس الوقت تبقوا فيها، لان بنفسهم راهم ضحيه. انا كنتقد الوضعيه غير باش نديرها بحال هذاك الرسام على شكل كاريكاتير، كنتقدها وتنبين العيوب ديالها بواحد الشكل غروسي، كندير زوم كنزومي عليها باش نوري المواطن اللي هو طايح في هذيك الوضعيه، كنقول له واه راه قضيه معيقه رجع للور. اما هما راهم ضحيه. واحد السيد تربى مع باه ما عمره ما كلا مع باه، في خبارك راه كان واحد القاعده عند المغاربه شحال هادي، ماشي عند كلشي الاسر ولكن عند العديد من الاسر، راه كان تا كياكل الاب وحدو عاد كيخرجوا الطبسيل ياكلوه المراه والدراري. وتخيل هادي دابا تدخل انت من المدرسه فيك الجوع وكتقول لكم مجلس ولدي تيسالي باك، كيدخلوا ليه الطاجين ولا هذاك التبصيل الماكله وياكل تيشبع وعاد يخرجوا التبصيل ياكلوا الدراري والمراه. اش كتبين هذي؟ هذه جعلنا بينهم موده ورحمه. انا نعطي ولادي صار ياكلهم الاولين، ونقطع لهم الخبز ونبرد لهم المرقه ونعاود لهم نكته نضحكهم حتى يشبعوا هما عاد ناكل انا. شي الاب راه قلت لكم راه واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك نعم الجمل انا، كان كيتحنى صلى الله عليه وسلم وتيطلع فوق ظهره الحسن والحسين تيقول ونعم الراعي انتم، نعم الجمل انا، كيولي جمل. عمرك شتي جمل؟ ودي عاودوا لي احبابي ديال الصحراء، كان السيد غادي مع الابل ديالو ضربت واحد العاصفه ضر الرمل ضاع عليه الماء، ملي كيعاود لي السين قال لي زدنا في الطريق، قال لي عطشت، قال لي غنسخف من العطش. كيجي واحد الجمل كيوصل عنده الجمل كيدير لي الجمل فمو كيخرج ليه الماء من فمو كيسقيه. قال لي يا استاذ كنشرب الماء من فم الجمل بارد ونقي. قال لي بقى تيسقيني الجمل ديالي كيسقيني حتى وصلنا للبلاصه اللي فيها الماء باش عمرت. قال لي الماء علاش؟ لانه حنين في الجمال ديالو. كي جاتك هادي الجمل عقل على الخير حنين فيه، قال لك باش عرفني انا فيه العطش فهمني، قال لك قراني، قال لك جا عندي الجمل هكا كيدير لي فمو لفمي، قال لك ويبدا يقطر لي الماء، قال لك وانا كنخرج الماء بارد، قال لك يتقطر لي فمي صافي نقي كنشرب فيه. كون ما كانش الجمل ديالو كان مات بالعطش. نحن امة الرحمة،
هاد السيد الله اللي علم به يا اما اضطراب نفساني والناس كيخافوا من مرض نفساني ما يبغيوش يمشيو يشوفوا لا نورولوج ولا بسيكياتر ولا نوروبسيكياتر كيخافوا يفضل يقول لك مسحور ويفضل يقول لك مسكون الجنون وما يقدرش يقول راه عنده اضطراب نفساني وراه مريض كيخافوا الناس يقولوها تيخافوا كاين اللي مقهور بالدنيا يربح 3000 درهم وكتسالو 10000 درهم كي غيدير يلقى امو مريضه يصيفط ليها خوه مريض يصيفط ليه اختو مطلقه يصيفط ليها وكيربح 3000 درهم كي غيدير لها كي غيدير يصيفط لها ثلاثه بنات العائلات هادو وهما عوارين عليه بحال بحال ديك الشمشعه كيوصل اخر شهر كيبداو يعيطوا في التليفون كاين اسباب ابو ساسلم قال لك تاخذ لصاحبك واحد العداد الاعذار ما تلوموش الى الرجل مستقم وتيجي واحد شويه الفلوس باش باش يعول وليداتو ومدقدق كنقول للمراه اللي قدرتي تهزيها بنت عمي كيف تقول العربيه اللي حضر يقضي ما تظنيش انه راه غيتادى ولادو بهذا الشكل اللي غاديهم هو لا تهجم عليهم وضربهم وزعزعهم اما لا كان لا تكون هي حلقه وصل ودير ليه واحد الضل والله غالب شاد دير جيل هذا لا حول ولا قوه الا بالله SMS من عند Moussamira, qui dit « Je suis Malek de Rabat, j'ai 40 ans et j'arrive pas à aimer car j'ai vécu un père très agressif et du coup, je l'aime pas aussi, votre conseil, professeur. » Alors, « Wal'afina aninnas wal'kadimina al-ghaid. » La jitia binti, « Ntal'ouk, alama asinnas, l'arba marat l'qayrasak, أخيرهم ناس عانوا الأمرين في صغرهم في طفولتهم في شبابهم في كبرهم وستلقى عنده الابتسامة علاش علاش واحد عانى الأمرين كتلقاه كيبتسم ومتفائل وواحد عانى وما كيقدرش يتفائل شنو الفرق شنو الفرق ما بين هذاك تكرفص وتعانى وكيتلقاه متفائل وكيضحك واحد اخر تعانى وتكرفص شنو انه ما تلقاش اهل المحبه ان للمحبه اهلها واصحابها اللي بغى يتعلم تبزنيس في الحشيش كيلقى مواليه يعلموه اللي بغى يتعلم الهاكرز باش يبيراتي المواقع ديال الانترنت كيلقى الهاكرز كيعلموه اللي بغى يتعلم الفقه والشريعه كيلقى العلماء يعلموه واللي بغى يتعلم المحبه الحقيقيه راه كاين مواليها شكون هما اهلها هما اهل الاحسان هما كتلقى المراه وراجل كيمشي في الستره يساعد الارمله ويتساعد اليتيم ويعاون الناس وينفق على الناس ويمشي يزور السجين ويخلص عليه ويمشي يحيد واحد الشيك على واحد غيدخل الحبس ويخلص عليه ويمشي يدخل الضحكه على واحد مريض ما كيزور واحد شتي هادوك اهل الاحسان هما اهل المحبه يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ما كيطلبوش والله ما يطلب ياك شتي تعاشر أهل الإحسان سيمانة وجوج تخيل أنت كدير فعل الإحسان في واحد ضعيف أنت كدير فعل الإحسان في واحد محتاج وكتلقى المحبة تزاد في قلبك شتي دير عشرة وضعف لك الله مية تدير أنت يا جوج وضعف لك الله ألف حتى انه اعمال الخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان جازوا عليها في النيه والاعمال السيئه ما كتسجل حتى كنفعلوها واحد نوى يصدق وما صدقش الله سبحانه وتعالى كيعطيه الحسنه ديال النيه ديالو وواحد نوى يزني وما زناش ما كتقيدش عليه السيئه حتى كيزني فلاحظتوا معنا في شي فعل الاحسان كتظنوا بان العالم الغربي كيدير هذوك الجمعيات وكيساعدوا هذا غيستو دي كور هذا التيليتون هذا كل اسبوع كل شهر عندهم حمله تبرعيه العام كله علاش لان عارفين هاد الناس بان فعل الاحسان كيضفي المحبه نصيحتي لك عفا اختي تدخل وتعاشر مع اهل المحبه وبالقياس ما تغرقش تما لان غتعطي على قدرها بغيناش تعطي على قدر رغبتها تعطي على قدر ضعفها رحمي ضعفك تقدري على جوج في النهار ديري جوج واخا يجيوك يطلبوك عشرة قول لهم لا جوج
أنا قادر على جوج، لأن إحنا المؤمنين مطالبين بإفراغ الجهد اللي عندنا، ماشي بتلبية طلب الناس. الناس راه يطلبوا بزاف، ولكن أنا عندي واحد المزيودة فيها لتر ونص، نسى لتر ونص الله غالب أخويا ساليت المال عندي. غادي ناخذوا جوج اس ام اس الاخرين. مستمعه كتقول انا مزوجه هذه 3 سنين ومازال ما عنديش وليدات، والمشكل عندي ولكن على حساب البروف على حساب الدكتور اللي شفت كاين علاج، ولكن راجلي ما بغاش يعمل واحد التحليله اللي طلب الطبيب، ودابا انا يعني احنا مخاصمين وما كيهضرنيش هذه جوج سيمانات، وما عرفش اشنو غادي ندير واش نمشي بحالي. لا لا، هذه البلاده، هذه بلاده، هذا اسلوب بليد. مزوجين عامين 24 شهر 3 سنين ياك، عامين و 3 سنين 36 شهر. شنو هي 3 سنين؟ حتى ويلي حي شنو هي 3 سنين؟ وتا دوزي يا لالا 3 سنين، ودوزي ربعة، ودوزي خمسة، وبيني الراجل بأن الأولاد هو، بأن حياتك هو، بأن النشوة هو، جاو الولاد ولا ما جاوش هو، حتى غيولي هاد السيد يفكر بانه لا مات هاد الحب اللي عايش معاك، شكون اللي غيتذكرو؟ كي غنخليو ناس يدويو عليه غيقول لك لا نديرو شي وليدات، لان هاد الحب اللي انا عايش معاك بغيت شي واحد يذكرو. اما حنا كنمشيو لا فونكسيون بوزونيوز، شنو هي هاد لا فونكسيون بوزونيوز؟ هي تقضينا نقيو الخضره، نديروها في الثلاجه، نطيبو، نجمعو في السيكان، نديرو كونجيلاتور، نحسبو الفلوس، نخلصو الضو، نخلصو الماء، نمشيو نشريو الحوايج، نمشيو عند طامو، نمشيو عند مولات الدو نحيدو السحور، نمشيو عند هادي نحيدو العين، نمشيو للحماق، نمشيو للروينه، شتي كلشي ولا عندنا بروغرامي. ما كاينش واحد الحاجه سميتها النشوه. بيني ليه بان الوليدات هم نتيجه ديال واحد الحلم. يدخل السيد نجلسو نشربو كويدات، هاي نديرو فيلم نضحكو نديرو سهره. عمرك تشوف انا كنفرح ملي كنسمع الجيران كيدردكم الجمعه هكا كتكون شي سهره تا كنسمعو في السطح فوق منا دك 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 تنوض شي ما دردك، واش عرفتي شنو تنوض المراه بحال هكا بواحد العفويه جالسه مع راجلها شويه تطلق واحد الاغنيه في التلفازه، وتنوض المراه بحال هكا دك 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 تشطح الراجل بحال هكا شطح 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 شطح، وتطلق شعيره عليه وتجي تحن عليه وتقول له يلاه علق لي العفريت، جبد 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 حط 500 درهم، علق علق علق. شويه ديال الفكاهه وشويه ديال المرح. الراجل شتي الراجل نشط ولا يعطي حوايجه. انتم عرفوا كيفاش تشدوا بعضياتكم الله يهديكم. قالت لك انا يعطيني ولا نزيد في حالي ويلي حي بينير ازير ولا ان، راه كاين 3 وكاين 4 وكاين 5 وكاين الفاريونت. اخر اس ام اس تيقول هذا يعني مستمعه ام عند الولد ديالها عنده 12 سنه، وهي كتقول على انه كيقبلها بزاف ودائما وما عرفاتش شنو المشكل، وهي كتقول على انه هي ما كتضربوش بزاف حتى كيدير شي بيتيز عنده 12 سنه. هنايا باقي البنيه ديال الطفوله الصغرى لعبه. الطفوله الصغرى سالات في 6 سنين، وكخصنا ندخل الطفوله الكبرى في 7 سنين، وغادي تسالي في 12 عام. دابا هنا باقي بنيه ديال الطفوله الصغيرة لعبه، كاين عندك ديكالاج ياك. خص البقره كتركل العجل باش ما تخليش يرضع، والبقره الحنينه والمعزة الحنينه راه كتشوف واش كيديروا العروبيه، كيديروا لها واحد الثوب يغلفوا ليها الذراع ديالها باش ما كيبقاش يرضع. ما قدرتش تركل، خصها مرة تقول لي عاد تعجن عليا حتى وليدي حتى مالك تلصق وانت صافي تعتبوس عتبوس تاع كاع محنا فيك صافي انا عارفك حنين سير بعد مني. شتي ما خصهاش تعتبر بان المحبه راه هي شي حاجه عجيبه، راه عادي دري يبغي مو عادي، الخليه ديالها فيه، حليبها فيه، دمها ولحمها فيه، عادي. واش نقدروا ندوزوا لحال شي حلقه اخرى؟ علاقه الانجاز. دزنا في علاقه الانجاب، شنو هو الانجاز؟ واش كاين شي عرف نعلموه ليه؟ واش كاين شي شخصيه وشي همه عاليه نعطيوها ليه؟ ولا نبقى في التعجان؟ لا حتى العجينه اللي بقات عارف في الماء في العمى راه ما تصلح لا شفنج ولا بغرير لا والو، في الاخر كتحمض. كنشكر كل المستمعات والمستمعين الاوفياء على حسن المتابعه والاستماع للبرنامج مع المحلل دائما على ميد راديو الاذاعه قريبا منكم. حلقه اعاده لموضوعنا اليوم غدا ان شاء الله يوم الاحد ابتداء من 10 حول الموضوع اللي تكلمنا فيه اليوم، شنو هي وظيفه الحمل والاطفال في العائله الذكيه. كنتمنى لكم بقيه اوقات ممتعه تقضيوها برفقتنا على ميد راديو. لكم تحيات كل مجد يعلم الادريسي في الاخراج والبرمجه الموسيقيه وسميحه الشوبي، استقبل مكالمتكم الهاتفيه وصباحكم مبروك.